في البداية أريد أن أشكر منظمين هذا اللقاء وأشكرهم أيضا باختياري كمنسق هذه الحصة. سأبذل كل ما في وسعي مش كل في المستوى إن شاء الله. ونحب نشكر أيضا ضيوفنا الكرام ونسميهم هند الشناوي صحفية معروفة فريلانس وهي ناشطة في المجال الحقوقي وجمعياتي، أيضا سي محمد يوسف صديقي وصحافي ممتاز ينشط حصة إذاعية ديوان فام عفوا، وعضو أيضا المكتب الوطني لنقب نقابة الصحفيين، وصديقي هشام غني عطاريو سي هشام سلوسي وهو عضو سابق لهيئة الإصلاح الإعلام والاتصال وعضو حالي للهيئة المستقلة للاتصال سامي البصري لايكا. وفي البداية ماذا بيا نعطيكم فكرة عن تسيير هذا الاجتماع، نوع من قولوا المنهجية كان متفقين عليها. أنا أقترح عليكم ثلاث فقرات، في الفقرة الأولى سأحاول أن أبسط قراءتي للمشهد الإعلامي بصفة عامة بدون بإيجاز، وبعد نفتح المجال للنقاش حول محاور أعتبرها هامة جدا اختلاف الوضعية الحالية لوسائل الإعلام، وبعد ماذا بيا نخص فقرة 20 دقيقة أو 30 دقيقة لفتح المجال للحاضرين وأيضا المشاهدين ليلقيوا أسئلتهم ولا يعطيوا حتى ملاحظاتهم. ما نعرف كم متفقين هذا التمشي، هذا التمشي بكل وضوح حتى التسيير يكون واضح لنا الكل. الرئيس احنا مو صحيح القرارات كلها، لا مش قرارات انا كان جيت نشاز خدت اعرفها منظمه عندها بعد تقدمي وانا نتفاعل معها، ولذا ما ثمش قرارات، ثم كان اقتراحات. كان عندك اقتراح سي محمد مستعد طبعا لازم نقول. هلا فيما يخص توا كان تحبوا الفقره الاولى، ماذا بيا نبسط وساحاول اتكلم العربيه حطيتها في بالي اليوم ومش ساعدوني. ماذا بيا ننطلق من ملاحظة وهو استنتاج حول تجارب عرفناها في العالم حول الفترات الانتقالية، داير في الفرنسية والانجليزية اون بارل سا دو لا ترانزيتولوجي، يعني دراسة الفترات الانتقالية السياسية يعني من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي. أو الاستنتاج ريناه من عدة تجارب من أمريكا اللاتينية في أواخر السبعينيات وأيضا في أوروبا الشرقية سابقا في اواخر الثمانينيات وفي افريقيا وفي الدول الاخرى، هو ان في كل حالات الاعلام عنده دور حساس جدا في المرحله الانتقاليه. يعني يقول لك ان في هذا الفرق وسائل الاعلام ينجم يعني ينجح تلك المرحله كيجم ايضا يفشلها، ولذا ثم مسؤوليه يا مام ريسبونسابيلتي سوسيال، مسؤوليه اجتماعيه للصحفيين وكل مسؤولين القطاع الاعلام يعرفوا كيفاش في الظرف الحالي اللي هو ظرف عسير جدا كيفاش الوسائل الاعلام والصحفيين يتمشاو مع تلك المرحله. ما نلاحظه في تونس مازلنا بعض اشهر وسنحتفل بالعشريه الاولى للاندلاع الثوره، لاندلاع الثوره في تونس، ومنسميه بالفرنسيه جو بريفير لا كونفيغوراسيون، ملي كيفاش ترجمه بالعربيه يعني المنظومه الكل. علاش كلمه كونفيغوراسيون؟ سامحوني كنفتح قوسين، لان اون ريفيرونس نوربير الياس كي كونسيدير كون كونفيغوراسيون سي توجور ان بروسيسوس سي ان كونتينيوم اي لي جامي اشفي. دونك كلمه كونفيغوراسيون تساعدني خير من كلمه منظومه ولا نمط الى اخره. الوغ الكونفيغوراسيون ميدياتيك هذا اللي لاحظناها من 14 جانفي 2011 الى اليوم يطغى عليها نوع من الغموض متعكرة جدا وصعب صعب صعب إفكاكها وفهمها من الداخل. وهذا من جاي من ثلاثة أسباب. السبب الأول نقولها هو ما لاحظناه من 14 جانفي إلى الآن بما فيهم الحكومة الحالية، هو غياب إرادة واضحة حازمة لكل الحكومات المتتالية من 14 جانفي إلى اليوم لبث روح جديدة، روح جديدة من خلال تنقيحات جذرية واصلاحات جذرية في القطاع الإعلام. هذا من لاحظناه غياب تام. وأكثر من هذا ثم حتى بعض الحكومات مشوا أكثر من اللازم. حاب نلفت انتباهكم خلال الترويكا والسي هشام يتذكر وقت كنا مع بعضنا في هيئة الإصلاح الإعلام والاتصال، الترويكا في اليسار من خلال التسميات من خلال زاد الستين أمام مقر التلفزة، هذا اللي كان يعكس تماما تلك الإرادة اللي كنا حابينها، إرادة متاع تغيير جذري لقطاع الإعلام.
العنصر الثاني زاد لابد أن نقولها هو أن كل القوانين اللي تم إبرامها ابتداء من 2011 إلى اليوم ما نلاحظه هي هي القوانين اللي دورها هو تنظيم هذا القطاع. القطاع الإعلام بصفة عامة هي لاحظوها أنها بطريقة نجم نقولوا شيء من العطب، والعطب هذا مازال إزال إلى الآن، يعني ما نسميها بالفرنسية جيومتري فاريابل، يعني هندسة متغيرة كل مرة، يعني ليس قوانين واضحة عندهم تفسير واحد، كل واحد حسب مفهومه، كل واحد حسب كيفاش يطبقها إلى آخره. والعنصر الثالث زاد هو اللي لاحظوا أن في القطاع الإعلام بصفة عامة أما تم غياب الآليات للتعديل الذاتي كما في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وما زلنا نترقبوا إنشاء هذا مجلس الصحافة من 2011، وننسى ربما حتى كان يتم إنشاء هل أن مش يكون معترف من كل أصحاب هذا القطاع، ولا مش يكون فيه بعض إخلالات حسب الوضعية حسب ربما تركيبة بيدها متاع هذا المجلس ننسى. وأيضا رأوا حتى اللي قايمين اليوم بتعديل للقطاع السمعي البصري، نقولها بكل بحضور هشام، ان هبيدة الهيكة عند الصعوبات تلقى صعوبات كبيرة لقيام بمهامها يعني التعديلية في القطاع السمعي البصري. وتنقول علاش لا شك الاختلاف اللي مش قولوا لي وذين نتوقع سؤال هوك مرسلون بلا حدود في التصنيف الاخير اللي خرج عنده تقريب شهر يصنف تونس من بين الدول اللي اكثر عندها إيجابيات في المنطقة متاعنا، وإن احترام تلك حرية الصحافة موجودة ومحظوظة أكثر في تونس بالمقارنة مع الدول متاع الجهة متاعنا. طبعا هذه ما فيهاش اختلاف، ولكن نقول إن تلك الحرية هذه راهو لا تزال هشة وضعيفة، وذلك تحت التأثيرات اللي حب نقولهم توا المتقاطعة ديزيفي كوازي. أولا وهذه ربما يمثل تهديد مباشر هو اقتحام رجال الأعمال والفاعلين السياسيين في القطاع الإعلامي خصوصا في السمع البصري، وهذا ما لاحظناه خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. وثانيا ونعود ديما نرى هذا الخطاب الكبير هو أن ثم غياب ولا حتى تردد من طرف كل الحكومات المتتالية من 14 إلى اليوم لتتفاعل بالقوة وحزم على مجاهد هذا التدخلات من كل الدخلاء على هذا القطاع، وهذا يمثل أيضا طبعا خطر كبير لاستقلالية هذا القطاع. وثم طبعا سؤال آخر يطرح هي شفافية مصادر التمويل للوسائل الإعلام، وهذه طبعا السؤال هذا يطرح بكل حدة خصوصا نعرفوا لي غوسيت بيبيسيتي المردودات الاشهار اللي تتعطى سنويا، ونعرفوا ان اذاعه ولا تلفزه الموارد نتاعها تاتي خصوصا من اشهار. وهذا السؤال مطروح الى الان، وحتى حد ما يعرف الكميه كل سنه اللي تتعطى للقطاع. مثال نعطيكم مثال التلفزه عندنا تقريبا 16 شاشه يعني قنوات تلفزية بما فيه 11 خاصة 2 عمومية، ومن بين 11 ثم زوج لغير محترفة من طرف الأيكا. أور الإشهار اللي تعطاها سنويا من نجم يغذي تقريب 4 ولا 5 شاشات تلفزية. والسؤال يطرح مين الأخرين؟ مين الأموال؟ ما نعرفش كان الأيكا عندها جواب لهذا السؤال مين؟ ونعرفوا وهذه ثم أسطورة ميتافور موجودة في الغرب، موجودة في الولايات المتحدة، موجودة في كل الدول اللي عندهم تقاليد ديمقراطية، يقول لك وسيلة إعلامية لابد تكون اون ميزون دو فير. شو معناها ميزون دو فير؟ يعني الشفافية التامة من خلال مصادر التمويل، من خلال الخط التحريري، من خلال حتى كيفاش يقولوا لي كاشي اللي تعطوا الصحفيين، هذا كله لابد يكون واضح، لأن أساس كل وسيلة إعلامية هي المصداقية. والمصداقية ما تنجمش تعرف من خلالها نسبة المشاهد، المصداقية احنا جمهور نعطيوها ولا لا، ونعطيوها على ضوابط لابد تكون شفافة. والسؤال يطرح اليوم هو ان الاغراء على الاموال
والغموض اللي سايد الآن على المصادر التمويل يمثل وبتوكا شخصيا هذه قراءتي تحديد يعني يهدد بصفة مباشرة استقلالية وسائل الإعلام مادام ما نعرفوش بالضبط مين يجي مصادر التمويل وكيفاش يتم توزيعهم من خلال وسائل الإعلام، خصوصا نعرف أن هذا في المشهد الإعلامي وخصوصا في القطاع الصمي البصري ثم إذاعات وتلفزات يوزعوا ولكن بدون رخص من طرف لايكا، وهذا يمثل أيضا ونعرف أن حتى لايكا تقول من بين الشاشات التلفزية ثم اللي عندهم سند سياسي، نعطي الكلمة بالضبط يطالب من طرف لايكا سند سياسي من الأطراف موجودين حتى في الحكومة، وهذا يتناقض يتناقض بين مؤسسات الدولة بما فيهم الحكومة وبين الإرادة اللي موجودة في القوانين لتطبيق القانون حطفيا حسب المحتوى نتاعو، وخصوصا في الجو هذا أمام وسائل الإعلام يتبث بدون رخص نتسألوا على الأيكا شنو هو الإمكانية نتاعها، ونعرفوا أن الأيكا هذه مؤسسة تعديلية لابد أن توجد مهما كانت النقد يوجهوا لها هذه من بين مكاسب تعتبرها من الأفانتاجابي، أن ما عندهاش دي مويان كويرسيتيف يعني إمكانيات لوجيستيك قمعية لحجز تلك الوسائل وخصوصا إغلاق المؤسسات الصحفية اللي تتناقض تماما القانون اللي تبث بدون رخص، ولكن اللجوء الوحيد اللي عند الأيكا اللي تجم تعتمد عليه شنية هي العزيمة والإرادة للحكومات لكي تنفذ قرارات الأيكا لغلق تلك المؤسسات، وما لاحظناه إن أغلب الحكومات أما تربط ولا تتردد، ولكن هو نفس قوسين تم محاولة صارت في أبريل 2019 من طرف حكومة سابقة لغلق قناة تلفزية ورينا بعد ردود الفعل واش خلى تلك الحكومة تراجعت بالمجد تم خلفيات سياسية انتخابية وبيوية الكتوراليست موجودة، ولكن هوني نحب نلفت انتباه، وثانيا هذا لله ربما يمثل هذا خطر هو أن اليوم في خضم تلك التهديدات على القطاع الإعلام واللي اعتبره أيضا يمثل خطر على استقلالية وسائل الإعلام هو المشروع القانون اللي يتقدم أخيرا من طرف كتلة نيابية، والهدف نتاعها بالضبط هو شو اللي حب لأن يمنع وجود حتى مؤسسة تعديلية تلك القانون ويسمع لكل القنوات ما عندهمش صبغة قانونية مش يبثوا بكل إريحية، وهذا يخالف تماما المنظومة الديمقراطية، ولذا نعتبر أن هذا المشروع شفت أن أغلب منظمات المجتمع المدني خذوا موقف حاسم أمام ضد هذا المشروع يمثل خطر فادح للمنظومة نعتبرها أنتوكا ديمقراطية لتسيير وسائل الإعلام من خلال هيئة تعديلية ومن خلال قوانين لابد تكون واضحة وتتحقق الشفافية، ولكن هنا ثم نقطة أخرى ماذا بيا نفرت انتباهكم هو أن العالم الإعلامي ليس منعزل أو منفصل على المجتمع، المجتمع اللي عايشين فيه هو ديما مرآة للتركيبة الإعلامية il n'y a pas de frontières بين le monde des médias et la société en général، وما نلاحظه هو أن ابتداء بعد انتخابات 2011 وخصوصا انتخابات 2014 رينا أن ثم تناقض في المجتمع، تناقض المجتمع بين قولوها بكل صراحة استقطاب سوداني موجود بين الإسلاميين وكلمة العلمانيين قلقني شوية لأن عند السيكولاريست يدري بيتو كلايك بين هذوما الكل، والتناقض هذا استغلوه أشخاص كانوا ينتميوا نظام سابق استغلوه ليس باش ياخذوا موقف ولكن باش يدخلوا في تلك الميدان باش يدخلوا في الميدان الإعلامي علاش؟ لعندهم طموحات سياسية، لا
العشك انه رزق بالطنبور وتبقى يقول فيه كلامي ولا الريح ماشي معاه لا الريح ماشي معاه كل شيء او ما ولا ألاحظ شخصيا بعد انتخابات 2014 ان كثير من الاشخاص اللي كانوا ينتميوا لنظام سابق اللي كانوا عندهم حتى مسؤوليات مباشره ونقول بكل صراحه ان حتى العداله الانتقاليه ما عمقتش في هذا الموضوع. رينا الحصه الاخيره اللي عملتها الهيئه لي في دي لاستونت فيريتي دينيتي حول وسائل الاعلام كانت نعتبرها فاشله تماما. ما صارت دراسه معمقه على تلك الملف خصوصا خلال الفتره تاع بن علي. اش خلاو اليوم طبعا من خلال ضعف الدوله وطموحاتهم الشخصيه ولاو يستغلوا وسائل الاعلام بما خصوصا التلفزه باش يبرزوا ويغذيوا طموحاتهم السياسيه. وهذا يمثل خطر يمثل خطر خطر نعتبر ان الى الان الاستنتاج من ممارسات السابقه النظام السابق في وسائل الاعلام ما تمش ابرازها وما تمش حتى كما ديراج دياغنوستيكي ما صارش مسح حولها تشخيصها. وهذا يمثل خطر. ونرجع مره اخرى سامحوا لي نعتبر هذا حاجه هام التقرير هيئه السلاح الاعلام والانتصار نصيناه موجود في التقرير وقلنا لابد قبل اي تحوير نقوم نعمل تشخيص لكل ما صار في الماضي وامتلاك من تلك التشخيص نجم نستخرجوا بعد ما هي دروس العبره ونفتحوا بعد باب الترقيه باب الاصلاحات. وهذا ما قمناش به. اش خلى اليوم نراو في المشهد الاعلامي نوع من التناقضات بين الممارسات والخطاب نعتبره القديم وبين مالوريزمون يمثلوا اقليه اليوم اللي حبوا يخلقوا نفس جديد في القطاع الاعلامي من خلال التحويرات الديمقراطيه. خصوصا زاد لابد نقولوها بكل صراحه ان ما يسمى بالثقافه الديمقراطيه راهو ما عندهاش بعد تاريخي واجتماعي في المجتمع بتاعنا. كثير منا كثير من الشعب حلينا عينينا واكتشفنا تلك الثقافه الديمقراطيه بعد 14 جافي دونك ما صارتش ما نعتبر انها جهام مالوغوزمون ما تعملش اون بيداغوجي كومون انوكولي سيت كولتور ديمقراطيك دون تو لي ستراد دو لا سوسيتي في التعليم من خلال وسائل الاعلام هذيك الكل. ولكن غياب تلك الثقافه الديمقراطيه فتحت الابواب للدخلاء للتناقضات الى اخره. وطبعا السؤال مره اخرى اليوم نقولوا في امام كل التحديات ولاحظوا ان كثير لينشطوا في القطاع الاعلام بدون بما فيهم اصحاب المؤسسات وكل ثم خلط بمفهوم التعديل المؤسساتي والدفاع على مصالح شخصيه مصالح مرتبطه بمؤسسات كوربوراتيست ولا حتى مصالح دينيه ولا سياسيه ولا جهويه. وهذا الخلط ربما يؤدي الى الغموض ليدخل اليوم على مشهد الاعلام. ما نحبش ياسر نحتكر الكلمه الخطر اظن اخوان عندهم حاجات مش يقولوه ربما خير مني. فقط طبعا السؤال ربما لابد واحد يطرحه اليوم هو ما هي الحلول ما هي البدائل. ولكن قبل ما نطرح هذا السؤال عندي محاور ماذا بيا نركزوا على محاور اعتبرها اساسيه وماذا بيا نبدا تلك المحاور. طبعا نبدا بيك هندك انت رشمانه. هل امتلاكا ما عشناه وما شاهدناه خلال الحمله الانتخابيه ما هو تقييمنا على دور الاعلام وخصوصا الاعلام السمعي البصري خصوصا نعرف ان المجله الانتخابيه نص بكل وضوح ان الاعلام لابد يكون نزيه شفاف ومحايد. هل ان المبادئ هذه صار احترامها خلال الحمله الانتخابيه الفرد؟ كنت تحب وشكرا جزيلا للاستماع. تفضل هند. يعيشك سي العربي ميرسي. اول حاجه نشكركم على الاستضافه هذه. يظهر لي في التقييم معناها للاعلام ودور الاعلام في الفتره الانتخابيه معناتها الناس كل ينجموا يعملوا نفس التقييم اللي فما نقائص بطبيعه الحال صارت المشهد الاعلامي كما سي العربي كان يفسر مشهد متشعب وتطغوا عليه معناتها التمويل السياسي والاجندات السياسيه في خاصه في الاعلام الخاص.
ولكن نحب نحكي على تجربة السنة صارت وهي مهمة ياسر في نظري أنا، وهي تعاون المجتمع المدني مع الإعلام العمومي فيما يخص المناظرات. كما نعرف جمعية مناظرة عملت المناظرات بين المترشحين للرئاسة والمترشحين للمجلس البرلماني، والتجربة هذه خدت صدى معناها كبير عند الشعب التونسي، وتحمسوا وعرفوا معناتها شكون البرامج، معناها برامج شنو معناها نائب ولا مترشح ما عندوش برامج ما يعرفش يحكي وعنده كان ويخرج من التلفزة متاعه ويذيع وما يعرفش يجاوب على أسئلة اكتدها. فهذا كانت تجربة معناتها مهمة، وهذا يرجع لنا النقطة مهمة ياسر ممكن حكيت عليها سي العربي، وهي إصلاح الإعلام في تونس كان في معزل عن المجتمع المدني وعلى المجتمع. يعني 10 سنين ثورة تقريبا ما شفنا حتى مظاهرة مثلا، ممكن اللي نحكي فيه معناتها يكون غريب على الناس، ولكن شفنا مظاهرات ولا حركات اجتماعية دفع على برشا حقوق إلا الحق في الإعلام، الحق في إعلام نزيه. بطبيعة الحال بخلاف الستين اللي صار قدام التلفزة التونسية واللي كان مسيس أكثر من لازم، ونعرفوا النوايا اللي كانت خلفه، ولكن المجتمع المدني حسب تقديري أنا ما اهتمش بطريقة مباشرة وجريئة بمسألة إصلاح الإعلام في تونس، وخلى ونشوفه معناتها اليوم كسؤال هيكا اللي تفتقد إلى لوبي إعلامي دفع عليها بجرأة، معناها كما اللوبيات الأخرين اللي هاجموا في الهيكا ماهوش موجود اليوم. الصحفيين اللي نجموا نحكيوا عليهم نزهاء وما عندهمش معناتها انتماء سياسي أو أجندات سياسية معزولين، وحتى الإعلام البديل اللي نجم وقولوا عليه بديل كنوات ولا انكفاضة ما عندهمش دعم من المجتمع المدني أو من اللي نقوله نحن القوى الحية، حتى من طرف الحركات الاجتماعية اللي معناتها كنا ديما وحتى التوا ندافع عليهم ديما نغزرون، معناتها ديما مخلينهم هكا كان عاونوا سيبان. إذا كان عندنا مشكلة وإلا صحفي يمشي يحقق ولا حاجة ما سانو كونسيرن با، هذا أنا يظهر لي معناتها حاجة يلزمنا نتعرفوا. كي باش نرجع لسؤالك يا سي العربي سامحني خلاص شوية على السؤال. مدبين نرجعوا له للعالم البديل خاطر يمثل لكم قصتها. دوك شفنا معناتها تجربة أثبتت أنه وقت اللي المجتمع المدني يتعاون مع الإعلام ويطرح معناتها يعمل ضغط، خاطر المناظرات اللي هي صارت محاولات من 2014 أنه يصيروا مناظرات بين المترشحين والمترشحين رفضوا وغلبوا اكسيتيرا، ومن بعد 2019 تمكنت جمعية مناظرة من أنها تفرض معناتها الموضوع ده وتفرض مسألة المناظرات، وكانت تجربة ناجحة على الأخر قلبت ممكن معناتها موازين القوى فيما يخص الانتخابات الرئاسية. بخلاف هذايا معناتها الناس كل تعرف معناتها اللي صار في الانتخابات، والحاجه المهمه ياسر انه انتخابات 2019 اثبتت زاده انه الناس رجعت كيما قبل، كيما في 2010 وقبل 2011 ما عادش تسمع الاعلام، ما عادش تعطي ثقه في الاعلام، والتلفزه معناتها تلفز خاصه الخاصه ولا الاذاعات الخاصه. الشعب التونسي ولا مخو حضروا يعرف معناتها بالفتره، ممكن مش معناها بالطريقه علميه وفكريه، يعرف انه هذاك تبع فلان وهذاك تبع فلان ومش لازم نصدقوا اللي يتقال. كله هذا حسب رايي معناتها فرصه يلزمنا نتمنوها نبنيوا عليها، معناتها نزيدوا نبنيوا عليها برشا طرق ممكن نحكيوا عليهم من بعد. شكرا. انت كنت تحب المجلس محمد يوسف كنت تحب تجاوب على هذا السؤال، ما هو تقييمك لدور الاعلام خلال الحمله الانتخابيه الفاتحه؟ وفي البدايه حبيت نشكر المشرفين على تنظيم اللقاء هذا، ايضا حبيت نشكر سي العرب شويخه واستاذنا وقائمه الاكاديميه اللي نعتز بها الناس الكل واستاذ الاجيال. وممكن احنا نفتقد اليوم في المشهد الاعلامي لجامعيين ملتزمين، لانه تنجم تكون جامعي تكتب في جوانب نظريه عموميه بلا طعم وبلا لون وبلا رائحه، لدرجه انك عاجز على انك تاخذ موقف سياسي واحد، تحب تكون صديق الجميع.
واللي يحب يعمل الاعلام واللي يحب يعمل على العمل الجامعي مش دوره باش يرضي الناس الكل، دوره باش يدافع على خيارات على قناعات مبدئيه يرى فيها مساله ضروريه. والسي العربي معناها غني عن التعريف مش مليون، وقت كان الكلمه عندها ثمن. فما نجمش نبدا النقاش هذا ونمر مرور الكرام على السي العربي وامثاله. الحقيقه فما بعض الناس اللي يحظوا بالاحترام، وما احوجنا لجامعيين وصحفيين اليوم في المجال الاعلامي يكون عندهم رساله يدافعوا عليها. الحقيقه نختلف شويه انا مع هند اللي تقول انه المناظره الرئاسيه والتشريعيه يعني كان عندها تاثير كبير ايجابي رغم اهميتها، ولكن انا في تقديري التاثير على الناخب والتأثير في الانتخابات ما يكونش خلال الفترة الانتخابية. والمقاربة بتاع المناظرة في حد ذاتها كما فيها جوانب إيجابية فيها جوانب سلبية. ما نساوش وأنه احنا ولو أنه فما عينات قاعدة تتقدم في المناظرات هذه ونكتشف هذا المترشح قادر على التواصل والإقناع، وهذا المترشح غير قادر على الإجابة على أسئلة الصحفيين، وأحياناً يرتبك وأحياناً يقول كلام يعني خارج نطاق الموضوع. لكن بعد الانتخابات وجئنا بمجلس نيابي يعكس في تقديري الشخصي رداءة المنظومة السياسية بشكل عام ورداءة المنظومة الإعلامية بشكل عام، لأنه عندنا نظام انتخابي سامحوني في العبارة يقوم على خطوص في شكارة. تمشي تنتخب قائمة ما تعرفش شكون فيها، وبالتالي ما تستغربش كي يطلع لك الكناطري ولي لك عضو مجلس نواب شعب زرف مر مرور الكرام، هذا ما يحكي عليه حتى كي يطلع لك معناها شيخ ما عنده حتى علاقة بالسياسة ويتحدث باسم الإله وباسم الرب وباسم الدين ويصبح معناها يكفر الناس ويشيطن الناس ويخون الناس. كيفاش وصل لغاديك بهذا النظام الانتخابي رغم انه ما كانش عنده حضور اعلامي؟ ففعلا الاعلام اثر في 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 العمليه السياسيه وفي العمليه الانتخابيه، ولكن مش بالشكل الايجابي المطلوب. مع تثمين المكاسب، مع فما جهد كبير في التغطيات الانتخابيه للصحفيين، مع انه فما مؤسسات تحترم اخلاقيه المهنه، مع انه فما صحفيين محترمين وفما صحفيين قاعدين يقوموا بدورهم، ولكن المشكل في مش في مجهود اشخاص وافراد، المشكل في منظومه برمتها تؤدي بالضروره الى هذا المشهد السياسي وهذا المشهد اللي يعنى بالشان العام، اللي هو في تقديري مشهد مختل ومشهد يشوب الكثير من الفساد، ومشهد اليوم قاعد يؤثر بطريقة أو بأخرى لدرجة وأنه ساهم في إفساد الانتقال الديمقراطي. لكن فما خلاصة نجم نقولها اليوم، وأنه المشهد الإعلامي الحالي، وتو نحاول نفكك المسألة هذه تدريجيا في هذا النقاش وفي هذا اللقاء، يعني اليوم كنا يعرف وتقارير الهيكا تؤكد أنه وسائل الإعلام كانت مصطفى، يعني قناة التاسعة ما نجموش نقولوا لم تدعم يوسف الشاهد، بل هي الذراع الإعلامية لتحية تونس ويوسف الشاهد، واللي يحب يقول عكس هذا يخاطب في الرأي العام ويكذب ويدجل على الرأي العام. قناة الزيتونة توجهها واضح، دعم حركة النهضة ما في حتى كلام. قناة الحوار التونسي انتقلت من النقيض، كانت يعني من كبار الداعمين ليوسف الشاهد ولحكومته، وكانت تشيطن إضرابات أساتذة التعليم الثانوي والحراك الاجتماعي، وتشيطن الهيكة وتشيطن كل نفس تقدم وكل نفس حر في البلاد هذه. بين عشية وضحاها 6 شهور قبل الانتخابات انقلبت وأصبحت تدعم في 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 عبد الكريم الزبيدي ونبيل القروي لأنهم خصوم يوسف الشاهد. وما يراج وما يشاع في الكواليس وأنه كان فما وعد من يوسف الشاهد لسي سامي الفاري وأنه مش تم تسوية ملف القضايا بتاعه، وهذا ما تمش فقلب عليه وأصبحت عداوة وارتمى في معسكر آخر. وهذا لليوم هاو قضيته متواصله سامي الفهري، انت اليوم شوف قديش من صاحب مؤسسه اعلاميه، قناه تحيه تونس مالكها سي عمر جنيح رجل اعمال معروف وبانتماءات سياسيه وجهويه واضحه وباجندات واضحه،
وأخوه سي عمر سي حسين جنيح اللي هو الآن في البرلمان عن حركة تحية تونس. يعني إذا كان اليوم الفركوش الرومانة بتاع هذا التداخل بين السياسي والمالي والحزبي والإعلامي يصبح النقاش حول هذا الموضوع في تقديري ما عنده حتى معه. يعني اليوم فما أطراف ما كانتش حاضرة في الإعلام، نتذكروا مثلا في الانتخابات عيش تونسي والحملة اللي سبقت الانتخابات وكيف تم شراء منصات وحوارات تلفزية وإذاعية وعديد الشبهات وميزانية كبيرة، ورئاسة الحكومة بتاع يوسف الشاهد نفسها تقول لك نزل العكرمي لما كان مستشار خرج في وسيلة الإعلام وقال راهو الناس هذوما دخلوا 51 مليار وخاصوهم باش يعملوا حملة انتخابية. يعني وفي نهاية الأمر شنو حصلوا؟ حصلوا مقعد وحيد. المساحة اللي فكتها عيش تونسي ما كانش نجم يكون فرصة لمناضلين سياسيين لشخصيات معروفة بمصداقيتها وبنزاهتها وبكفاءتها واستقلاليتها، بناس عندها أفكار وعندها رؤية وعندها مستوى متاع خطاب سياسي، كانت نجم تاخذ مساحة إذاعية وتلفزية كما أخذها عيش تونسي وكما أخذها الزبيدي وكما أخذها يوسف الشاهد وكما أخذها غيره، وكان ينجم يكون عندهم فرصة وإمكانية وأنهم يوصلوا للمواطن ويقنعوه ببرنامجهم الانتخابي، فكانت النتيجة عكسية. فبعض الأطراف السياسية اللي تم سبها وشتمها، يعني في تقديري هذه أطراف شعبوية متطرفة، استفادت من بعض الممارسات اللامهنية لبعض الكرونيكر اللي موجودين في الفلاتوات التلفزية هذه على وجه الخصوص، لأنه في الإذاعات على الأقل فما ناس، أنا في تقديري فما دوبل فيتاس اليوم، المشهد الإذاعي يختلف عن التلفزي ونجموا بعض نناقشوا المسألة هذه. فبالتالي أعتقد أنه الإعلام دون وأنه نقصه من دور كل الناس اللي ساهمت مساهمة مهنية في الشأن الانتخابي، التأثير وأفساد العملية الانتخابية وتزييف الوعي الانتخابي تم قبل أشهر وقبل بسنوات وخلى التوانسة بعاد على القضايا الحقيقية وبعاد على نقاشات في العمق من شأنها وأن تبين شكون عنده مشروع وشكون ما عندوش مشروع. نحب نذكر وأنه فما رئيس قائمة اللي هو سي غازي القروي وصل للانتخابات وترشح وخاض الانتخابات وهو فار من العدالة، وهو فار من العدالة والآن نائب يتمتع بال، يعني هذه فضيحة فضيحة شكون نحكي عليها، هذه نحكي عليها حتى حد. والأمثلة عديدة، سي سطيش هذا نائب أصله مهرب من القصرين، رقدنا وقمنا نقاو كناطري أصبح في البرلمان كيفاش وصل كيفاش طلع في غفلة من الجميع بما فيه الأعلام بما فيه الأعلام. ولليوم السيد هذا تطلب وتقول تفضل يجي أخوي خلينا نقشوك نشوفوا أفكارك نشوفوا برنامج، يتهرب من الحضور الأعلام، يتهرب لأنه ما عنده ما يقول، لأنه ما عنده ما يقول. الإعلام كسلطة حقيقية دورها السعي إلى الحقيقة ودورها إنارة الرأي العام، للأسف بعد 10 سنين تقريبا عن الثورة حدنا على الدور هذا. أنا نعتقد أنه الافتخار بأن تونس اليوم الأولى عربيا في ترتيب مراسلون بلا حدود في المرتبة 72 عالميا والأولى عربيا، هذا مكسب ولكن ما يلزمش نغتروا به، لأنه حرية الإعلام أول حاجة منطقي جدا، وأنه تونس في المنطقة وبالظروف وبالإرث التاريخي هذا كل إذا كان ما تكونش في المرتبة هذه عادي جدا مش نكونوا قبل مصر بتاع السيسي، مش نكونوا بتاع تركيا بتاع أردوغان، ومش نكونوا قبل دول الخليج اللي ما عندها حتى ما تعطي حتى أهمية قضايا مثل حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الصحافة يسمعوا بها سمعات، ودول أخرى يعني حتى في جوارنا اليوم أو في المغرب وفي غيره يسمعوا في اعتقالات الصحفيين وتلفيق قضايا وما إلى غير ذلك. ولكن أعتقد أنه شعار حرية الصحافة اليوم أنا الأوان أنه نتأملوا فيه، لأنه شعار حرية الصحافة في تقديري يكاد يتحول إلى أدلوجة ممجوشة. حرية الصحافة مش مجرد شعار، حرية الصحافة هي منظومة كاملة، منظومة فيها القانون، فيها الاقتصادي والاجتماعي، فيها البيئة المهنية، فيها الأخلاقية المهنة، فيها المضامين وصحافة الجودة. ولكي لا أحتكر الكلمة إن شاء الله بعد قليل
إذا كانت تتاح الفرصة أكثر أو نحاول نرجع نفسر على الأقل رؤيتي ورؤية النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم في علاقة بآليات معالجة مشاكل قضايا الإعلام. كيفاش نجموا نصلحوا الإعلام؟ سي العربي يحكي على تجربة هيئة تصليح الإعلام اللي الحقيقة اليوم خلت لنا وثيقة مهمة، التقرير الختامي لأعمال الهيئة، وهشام على ما أظن أنه كان عضو فيها كان عضو فيها وحتى زميلنا نجيب بغوري كان عضو فيها أيضا. يعني أين نحن اليوم من التقرير الختامي لهيئة تصليح الإعلام بعد 8 سنين على أبريل 2012؟ ما كانش بالإمكان اليوم نفتحوا نقاش شنو حققنا من التقرير هذايا، شنو أنجز شنو لم ينجز التقرير هذايا، شنو الإضافات اللي قدمها، شنو النقائص اللي ربما ما كانتش فيه. لأنه يعني مثلا اليوم كيتلوج في 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 التقرير هذايا ما تلقاش حاجة اسمها السياسة العمومية للإعلام، واللي هي اللي الآن أصبحت محل نقاش، مسألة جوهرية. لأنه يعني ما نجموش نصلحوا الإعلام دون أن يكون هناك رؤية شاملة كيف يجب أن يكون الإعلام، كيف يجب أن يكون الإعلام، مش بالتمشي القديم نتاع بن علي ندخلوا في الإعلام ونعملوا التسيو ونشريوا ذمم وسائل الإعلام وأصحاب المؤسسات الإعلامية وما إلى غير ذلك. لا، الدولة بالشراكة مع المجتمع المدني، مؤسسات الدولة مش الحكومة، مؤسسات الدولة، لأن الحكومة تتغير ورؤساء الحكومات يتغيروا والمستشارين الإعلاميين المشرفين على قطاع الإعلام يتغيروا، ولكن الدولة كيفاش تفكر، كيفاش رؤيتها للقطاع الاستراتيجي هذا اللي عنده علاقة مباشرة بالمسألة الديمقراطية، وهو مش مجرد مسألة ديمقراطية فقط، هو مسألة مجتمعية. والهدف فما طرف ثالث ديما ننساوه، اللي هو الجمهور، اللي هو المواطن. لليوم فما حتى دراسة تدرس بعمق كيف ينظر الجمهور إلى الإعلام، ولو أنه فما مؤشرات. اليوم ثقة التوانسة في الإعلام، الإعلام يجي على مستوى الهياكل والمؤسسات في المرتبة 12، رجال الدين والأئمة قبل الصحفيين يثقوا فيهم المواطنين التوانسة، البوليسية ورجال المؤسسة العسكرية ونسائها التوانسة يثقوا فيها أكثر من وسائل الإعلام. وهذا يطرح سؤال، علاش الإعلام في نسبة الثقة يكون في المرتبة 12؟ علاش في دراسة مهمة نعتبرها ويريد تبني عليها دراسات أعمق وأشمل عملتها جمعية برلمان، أكثر من 60% من التوانسة لا يثقون في وسائل الإعلام، 6% فقط يثقون بشكل كبير في وسائل الإعلام، البقية لا يثقون ولا يثقون بمنسوب صغير وقليل جدا. وهذا يطرح سؤال اليوم، وتوجيه بعد المجلس الصحافة اللي هو في تقديرنا أهم مؤسسة، يلزم تكون مسألة مواطنية، ويلزم الجمهور يعي جيدا قيمة المؤسسة هذه كآلية من آليات التعديل الذاتي، وكما حكمت شرف حتى نخوض معارك حقيقية لأخلاق القطاع الإعلامي. لأنه القطاع الإعلامي كسب أشواط كبيرة في مجال حرية الصحافة، وإن كان الحرية هذه استفادوا منها أعدائها أكثر منها الناس المؤمنين بها، وأكثر منها الناس اللي ناضلوا عليها. واليوم في تقديري الإعلام انتقل من سطوة وكالة الاتصال الخارجي إلى هيمنة اللوبيات، لوبيات السياسة ولوبيات الأفاريات ولوبيات المصالح الحزبية ولوبيات التكامبين والمشاريع وما إلى غير ذلك. وهذا اللي يخلي الإعلام مهدد باللبنة اليوم، نقاو إذاعة سي سعيد الجزيري حزب الرحمة، ونقاو قناة تلفزية للطرف الفلاني، ونقاو جريدة تابعة للطرف الفلاني، ومواقع إلكترونية انتشرت كالنار في الهشيم كالفطر. اليوم بدون تنظيم المشهد الرقمي هاي تعرف شيرات معناها اليوم لدرجة أن الجمهور ما ينجمش يفرق بين الصحافة الجيدة والصحافة تحترم مخلوقية المعنى، وبين واحد وراء حزب ولا رجل أعمال جاي بزوز ناس ما عندهم حتى علاقة بالصحافة ويعمل موقع ويقول لك نعمل في الصحافة، وهذا مشكلة. وطرحت اليوم نعطيكم مثلا من بين النقاشات الأخيرة قضية صحافة التحري، ويزمنا نقدوا أنفسنا لما صحفيين ومؤسسات إعلامية ما يقوموش بدورهم. عادي جدا مش تلقاو ناس ما عندهم حتى علاقة بالصحافة يجي ويقول لك أنا نعمل في صحافة التحري، بأي فريق تحرير، بأي منهجية عمل، بأي رئيس تحرير، بأي استشارة تحريرية، بأي رؤية، بأي تصور، بأي مشروعية، ولا شيء مش موجود من هذا يكون. فاش تعمل نعمل في الصحافة؟ فاش تعمل نعمل في الإعلام؟ والناس كل ولا تعمل في الصحافة والإعلام. فبالتالي أعتقد أنه فما قضايا كبرى جوهرية لازم تطرحوا وتفكروا فيها الفترة القادمة. أولها قضية السياسة العمومية للإعلام، لتنظيم قطاع الإعلام، لإصلاح قطاع الإعلام، لدعم حرية الصحافة، لتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للصحفيين، لإيجاد منظومة تشريعية ديمقراطية ملائمة لدعم حرية الإعلام،
وللبناء على المكتسبات اللي تحققت بعد الثوره. وتعرفوا اليوم عندنا منعرج خطير، وانا نشوفه في بعض المبادرات التشريعيه لاكد خطوره بعض الاطراف السياسيه اللي ما عندها حتى علاقه بحريه الاعلام ولا عمرها امنت بحريه الاعلام. ولما ينتقدوا الاعلام مش لغايه الانتقاد الموضوعي، بل هم يحبوا اعلام على المقاس، لانه مشكلتهم مع نوعيه معينه من وسائل الاعلام ومن الصحفيين اللي بالنسبه لهم ما يتمشاوش مع خطهم السياسي والايديولوجي. قضيه صحافه الجوده، قضيه صحافه الجوده ان شاء الله نفتح عليها نقاش بعد قليل. سي العربي، نحب نلخص، ما يلزمش تطيحوا في بيج، وانه لخصوا قضيه الاعلام وحريه الاعلام وتعديل الاعلام واصلاح الاعلام في المسألة التشريعية فقط. اليوم عندنا برشا تشريعات كما المرسوم 115 116 فيهم برشا فصول مش قاعدة تحترم. شكرا سي محمد على التوضيحات المفيدة جدا. ونمر الآن سي هشام السوسي. وذكر سي هشام السوسي هو عضو لايكا، ولايكا هي الهيئة المستقلة للاتصال الصمي البشري. تفضل سي. شوف، يعني نحن متقاطعين برشا في القراءة، ومنيت أن يكون ناس مختلفين معنا شوية في الجانب هذا. إذا بعد شكري للدعوة هذه المشاهد، وأنه يشرفني سي العربي يكون معاه في هذا النقاش. ماذا بي عندي نقاط موجزة نتكلم فيها، وهو ديما وقت نحكيه على الإعلام، وقت نحكيه على الإعلام ديما نحكيه الجوانب الذاتية، العامل الذاتي، ما نتطرقوش للعوامل الموضوعية المجردة، لأنه ما نشاهده اليوم في الساحة السياسية بشكل عام وفي الشأن العام في تونس ما هواش وليد أشخاص، إنه أمزجتهم وطريقة التعامل متاعهم تؤدي بالضرورة إلى ذلك. يعني لو نلغي هؤلاء الأشخاص الوضع متاعنا يصبح، فهمتني، رائع. مثال هذه أني قلقتي برشا وقت اللي نشوف برشا ناس يحكيوا من الجوانب هذه، أنه التركيز أكيد ثم عامل ذاتي في الموضوع هذا. منجموش ننكروا أنه الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام لعبت دور كبير، وثم العامل الذاتي لعب دور كبير، لأنه الناس جمعوا بعض بطريقة غير ديمقراطية وفي ظروف صعبة، في ظروف صعبة اختاروا بعضهم، خرجت حاجة ماشي. اليوم نحن كيف نشوفوا شنو اللي صاير هو بالضبط في تاريخ تونس؟ انا حسب رايي وقراءتي الشخصيه المتواضعه، دائما كان الوعي الذاتي كان عنده، والوعي المكتسب كان عنده دور كبير ياسر في تاريخ تونس منذ خير الدين باشا الى حد الان. خير الدين باشا مشى زار مدن وزار بلديات ومشى للبي سكانديناف، قال علاش ما نكونش كيف هكا، علاش ما نكونش كيف هكا، وطرح الموضوع وطرح الدستور نتاع 1861 فهمتني. ونتذكر ثم فاصل باهي ياسر عند ابن ابي الضياف يقول له واحد صاح قال له اش خليت لسيدنا البي؟ قال له خليت له اللي خلاه البريطانيين للسلطان. يعني السقف هذايا اللي تعمل في القرن 19 بقى يلحق في التوانسة. جاء واحد كيف طاهر الحداد قال المناصفة في الأرض، اللي توا كيف تطرح من الغرائب العجائب يعني يكفر الشخص، ومهما كان في نهاية المطاف طاهر الحداد ما ماتش مقتول. ثم شكون قال أقل من طاهر الحداد؟ واغتالوه في نهاية المطاف. يعني جاء بعدين بورقيبة كيف ما كانتش ثم مظاهرات اللي تقول إلغاء تعدد الزوجات، ما كانتش ذائقة اجتماعية، نكونوا صادقين مع أنفسنا. ولكن اللي وراه بورقيبة أو اللي وراه خير الدين باشا أنه تنجم تنطلق من فكرة غير، ليست متجذرة يعني في المجتمع، وتنجم بعدين تحدث فرق. وهذا اللي صار بالنسبة للإعلام اليوم. يعني وقت اللي اجتمعنا نحن في الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، وسي العربي كان فاعل في هذا بشكل كبير، يعني قلنا شنو اللازم يكون؟ قلنا علاش ما نكونوش كي البريطانيين؟ علاش ما نكونوش كي الفرنسيس؟ علاش سقف الأمل نتاعنا يكون أقل؟
وبالتالي مشينا وشفنا وبعثنا ناس يدوروا، ما خرجناش نحنا، في الأغلب خرجوا ناس أخرين كما اللي ساغوا المرسوم 116، جينا نبعثوا فيهم الدول فيهم التجارب هذه يطلعوا ويشوفوا، وبعثنا بريسك على طريقة خير الدين باشا، يعني مشيت الناس تحوس وتشوف ورجعنا، وكان القرار انه نحن نمشيو باتجاه التعديل، علاش ما تكونش هيئة مستقلة اللي هي تنظر في الإعلام خارج مراكز القوة السياسية، علاش؟ لأنه في ذهننا انه الإعلام يجب أن يكون فضاء مختلف الحساسيات السياسية الفكرية الفلسفية، وبالتالي لازم نمشيو في هذا الطريق. فاليوم ما نستغربوش، أنا واحد من الناس بالرغم أني أنا في قلب الحدث لا أستغرب ولا يتعبني نهائيا ما يحدث الآن على الساحة الإعلامية، لأنه ثم تعسف من قبلنا أحنا في الجانب هذا في الخيار، ثم نوع من التعسف على المجتمع، هذا مجتمع الكفر، مجتمع غير ديمقراطي الحقيقة، مع الناس بمعنى غير ديمقراطي، بمعنى مع الناس المؤسسات والتراث الديمقراطي اللي نجم نجابه به هالخطاب الشعبوي الموجود هذاك. أضف إلى ذلك أنه الإعلام على مستوى دولي عايش أزمة، مأزوم. توسي محمد حكي على 60% من المجتمع التونسي ليس له ثقة في الإعلام. 2016 دراسة في فرنسا علمية، 64% من الفرنسيين ليس لهم ثقة في الإعلام. يعني الحقيقة إن وقت نوطن المسائل هذه في إطارها الاجتماعي وفي الخيارات اللي نحن خذيناها، نوليو على الأقل نكتسبوا نفس للصراع، لأنه نحن كان يفترض الهيئات التعديلية هي هيئات جانب كبير ياسر من خدمتها هو التقل. شو خطاب الكراهية؟ كيفاش نحافظ على التعددية؟ ثم مشكلة في الإعلام كيفاش باش نجابها؟ ولكن هي كمؤسسات ناخذ كالسياسة مثلا في فرنسا تشكلت في سياق تاريخي، بدأت كهيئة إدارية وكذا وماشية وماشية إلى درجة أنه توا الانتخابات ما قبل الأخيرة أولاند وساركوزي قال لازم الهيئة هي اللي تحدد البي دي جي نتاع الإعلام العمومي. فيش قام أنه رئيس الجمهورية، فيش دخل رئيس الجمهورية، هو يعني تعبيرة سياسية ايديولوجية عنده مصالح، علاش يختار؟ خلي الهيئة هي تختار بيناتهم، ومشاو في التوجه هذا. فحبيت فقط نقول على الإطار اللي نحن فيه وهالاختلافات هذه. ناهيك نقطة أخيرة، يعني هي الأحزاب في حد ذاتها، وما لازمناش نحكيه على النهضة فقط، نحن الهيئة تسمي في كل أحزاب بمسمياتها وتخرج في تقارير وتقول النهضة هاو كيفاش تعمل في التمكين في الإعلام، ولكن ما هيش النهضة فقط، لأنه اللي نحن فيه اليوم وهل الخيار اللي خذيناه متاع التعديل هو من صميم الثقافة البرجوازية الليبرالية، عمره ما تطرح في مدرسة فكرية خارج هذا مسألة تعدد وتنوع الإعلام، وجاي في إطار سيرورة إيديولوجية كاملة، ثم الملكية وثم التعددية الحزبية كذا، لازم يعكس ذلك. وقت تجي تلقى انه اليسار في حد ذاته لعب دور سلبي فيما يتعلق بالخيار هذا، لعب دور سلبي، وفترة من فترات نحن لازمنا نقولوا الكلام هذايا باش نكونوا صادقين مع انفسنا، فترة من الفترات تيارات يسارية تحالفت مع نذير القرن ضد الهايكا، وعملت على انه تشويه الهايكا في داخل مجلس النواب، وقت اللي الهايكا تقول راهو ما لازمش يكون ثم اشهار سياسي. الاختلاف الاساسي من اللي ري ما بداش من الهايكا، الاختلاف الاساسي هو نحبه على الاشهار السياسي، لانهم هما عندهم الفلوس وكونوا ثروات طائلة خلال النظام السابق ويحبوا يدخلوا بالفلوس، وبما انه جات فكرة التوافق اللي موجودة فهمتي سياسيا كانت عندها كوارث على مستوى بناء المؤسسات، لانه التوافق تدحرج من التوافق السياسي الأفقي إلى توافق قاعد على مستوى المؤسسات، وبالتالي ولينا نتفاوض كيفاش تقول ليزي كيفاش كذا، نتوافق أنه ما نعملوش محكمة دستورية، لأن قاعدين نمشيو على حجم
الأحزاب، الأحزاب تجمش تعمل محكمة دستورية لأنها عندها نية اختراق الدستور، عندها نية عدم مشكل نهضة، ديما نقول مشكل نهضة، وأنا نقول هذا لأني قلت في النهضة ما لم يقله مالك في الخمر، ما عادش لازم يتقال كل قلت فيما يتعلق بنا، ما عادش عندي منقول آخر، يعني وصل إلى درجة التحايل يعني على القانون وعلى الدستور وسحب الواحد، وما عادش نحب نحكي فيه المجال هذايا، الحيثيات مرات تضيع المعنى. فهذايا الساعة المنطلق الأساسي اللي نجم نناقش به الموضوع هذايا. فنحن عندنا أحزاب ما تبنتش على الديمقراطية، أحزاب يبقى الأمين العام حياته كاملة ما يحبش على التداول السلمي داخل حزبه، يحب على التداول السلمي داخل السلطة. هذه مفارقات موجودة يعني في تونس وفي الحياة الاجتماعية والسياسية امتاعنا، وهذه كان عندها ظلالها ياسر على الصراع اللي موجود اليوم. وهذاك علاش وقت نشوفوا البيانات على الهيكا خذات منحة ما لازمش تاخذوا، أم هو منحة نضال، ولينا خذينا منحة نضالي، بعدنا على ما هو تقني وعلى ما هو توصيف وإيجاد حلول للإشكال، ولكن لأنه يحبوا يرجعوا الهيكا كيف ما ليزي، وليزي يتغشوا مني برشا وحتى هدوني باش يشكيوا بيا، لأنه الانتخابات السابقة نرجع للموضوع، نحن الهيكا قالت هي انتخابات من الناحية التقنية شفافة، من الناحية الموضوعية كما قال توسي محمد هي انتخابات غير نزيهة، يعني اللي التزم بالقانون عوقب في الانتخابات السابقة، عوقب، اللي التزم ما عندوش تلفزة وما عندوش إذاعة تمت معاقبته. قلب تونس عندها تلفزة، النهضة عندها تلفزة، الرحمة عندها إذاعة، بخلاف المؤلفة قلوبهم، خلاف المؤلفة قلوبهم اللي خدموا في جوانب أخرى. فنحن كنا نتمنى من اللي زي أنها تقف مع الهيكة وأنها تدين الشيء اللي صار هذا، ولكن مع الأسف وقت اللي ترفع القضية للمحكمة الإدارية سي سعيد الجزيري جاب مكالمات هاتفية مسجلة بينه وبين سي بافون وبينه وبين وحدة موجودة في فرع تعليزي في بن عروس، إلى درجة أنه يتلقى في النصايح باش ما يتيحش تحت المسائلة القانونية في داخل هذه المكالمة اللي هي نفرغها عن طريق عدل منفذ، ومكالمة يعني تم الاحتجاج بها في داخل المحكمة الإدارية. فاليوم يا إما الناس تقف وتشوف توا زاد التعنت والذهاب إلى الأمان، شو يعمل؟ شوف التحيز باش يصير. ثم مبادرة متاع حكومة، ثم مبادرة متاع مجتمع مدني يتبناوها نواب، يجيو في جانفي 2020 يسحبوا المبادرة متاع المجتمع المدني بدون أدنى قانون، ما ثم حتى شيء يسمح لهم أن يسحبوها. شكون يسحبها؟ يسحبها المكتب اللي ولا هو عبارة على جزء من حركة النهضة، المكتب نفس الأشخاص. باش نقول لكم سي جمال العويي اللي موجود هو بيدو اللي كان مدير متاع إذاعة الزيتون، يعني عملية التمكين تحولت إلى عملية مركبة، إضف إلى ذلك ما يسمى بالذباب الأزرق والتشويه اليومي لكل من يقول كلمة مخالفة للتوجه هذا، تشويه يومي وماكينة بالفلوس ومنظمة وكذا وتخدم على الجوانب هذه، ناهيك السب والشتم واللي تتعرض له والكلام الزايد قدام عائلتك وقدام الواحد، يعني التنكيل الحقيقي في الجانب هذا. أما إذا نفهمه كما قلت هذا السياق لازمنا نقبله بكل ذلك وما لازمناش نسلمه، لأنه بلادنا حقيقة لازمنا يعني بلاد في خطر في أي لحظة، وقاعدين نشوف الديكتاتوريات قاعدة ترجع اليوم، ما فهمتني شوفت القاعد يصير في ليبيا، الجزائر ما هوش زادة فهمتني نقوله إن هو نموذج كبير ياسر قدامنا، مصر ألور لا فهمتني أكثر من وقت حسن مبارك فهمتني،
واليوم يتعاركوا شكون التياس، هل هو الامارات، هل هي السعوديه، هل هي قطر، هل هي تركيا. الوضع يعني قابل انه اللي نشاهدوا في هذايا نوليو نحكيوا عليه كما يحكيوا الشيلي على التجربه نتاع ايلاندي في تنجم تتحول الى ذلك. فهذايا اللي حبيت انا، سامحني كان طولت، حبيت نقول راهو الكونتكست هذا لازم نفهموا الظروف نتاعو الموضوعيه، باش على الاقل الواحد، لانه مرات يصير بالاحباط وقت، لكن وقت تحط روحك في السياق هذايا وتقول ها وشنو اللي موجود، تتحول الى عمليه لازمها طول نفس. ومهما كان اللي قاعد صاير في تونس بارابور البلدان اخرى، واللي صاير في الاعلام زاد حقيقه، اللي صاير في الاعلام تو مثلا الناس يقول لك موجود، راه الظواهر الموجوده في الاعلام التونسي موجوده زاد كيلكو با، هل الغش وهل الجوانب الاخلاقيه وهل كذا. وكان تشوفوا الشكاوى تجي للهيكا صدقوني نسكروا كل الاذاعات، يعني حتى الراي العام اللي يشكي راهو مش كيما الراي العام في فرنسا ولا في غيره، راهو يشكي يحب يسكر المؤسسه، هو يطالب بتسكير مؤسسه المجتمع سكر ويتفرج. اتونسيون كي تجي تشوف الاوديمات تلقاهم يتفرجوا في هكا ليزيميسيون هذوكم ويسبوهم بعدين. وهذا كما قلت يعني جدير بالتعمق وجدير بالدراسه، وخاصه في فضاءات كيف هذه واحد يعطي مجال انه يدخل في العمق في الظواهر اللي موجوده الان. شكرا هشام، شكرا خصوصا طرحت موضوع كل مره نكرره دائما لزميلي سي فتحي بن الحاج يحيى، ونتمنى تصير مناقشته هنا في الاطار هذا. هو ما هو تصور ومفهوم اليسار التونسي تجاه منظومه اعلاميه ديمقراطيه تقدميه؟ ثم غياب تماما للنظريه هذه، وهذا من وقت اللي نغيك ونقول علاش ما نسيرش التفكير، علاش زاد تماما هذا الموضوع وريناه اليوم الموضوع ولا اصبح هو اساسي. بدين بين قوسين طبعا، ولذا ربما هذه امكانيه مش نمر الى موضوع اخر ونتوجه للهند حول الاعلام البديل. ما نتساءل في المنظومه الحاليه ما هو موقع وما مصير هذا الاعلام البديل؟ هل انه يجب يكون عنده مصير في الخضم هذا اللي موجود في الاعلام وسائل الاعلام بصفه عامه؟ تفضل. هو بالطبيعه معناها الاعلام البديل خاصه بعد الثوره بعد 2011 قام بدور كبير معناتها فيما يخص معناتها ملفات والا الصحافه الاستقصائيه، وشفنا معناتها نوعيه جديده من الاعلام اكتشفها معناها تونس خاصه على الانترنت، في معناتها كيما نوات والا انكفاضه والا اليوم فما انحياز، فما انسان، فما معناتها تجارب جديده قاعده تعطي في روح ممكن جديده للاعلام بصفه عامه. حسب رايي فما تراجع، معناتها مش كيما الزخم اللي عشناه من 2011 ل 2013 ساهم فيه الاعلام التقليدي، زاد شفنا مدونين او صحفيين كانوا مستقلين يتعداو في التلفزه ويحكيو في الاذاعات على مقالات او تحقيقات عملوهم، ومن بعد صار كل ركود وصارت كل قطيعه معناها، ولا الاعلام البديل منحصر في كما نقولوا نحن عندنا في الانفيرونمون نتاعو، يقراوه كاين الاكاديميين الصحفيين الاخرين السياسيين، ممكن المجتمع المدني، ممكن الناس معناتها في تحركات عندهم تحركات اجتماعيه او غير ذلك. ومن 2014 حتى لليوم 2020 فما صعوبه في التاقلم، في تاقلم الاعلام البديل او في تصور جديد معناتها للايصال المعلومه والتاثير في الراي العام. معناتها لازم زاد ما ننساوش اليوم الاعلام البديل معناتها عنده ايدنتيتي ميليتانت، معناتها يحمل قضيه، يقول انا اليوم ندافع على قضيه ونوصل في صوت ناس عندهم قضايا، والا معناتها الهدف نتاعي هو انه ننير الراي العام. اسكو الاعلام البديل اليوم يحقق في الهدف هذا؟ اسكو اليوم مسموع والا ينجم ياثر على الراي العام؟ انا من وجهه نظري معناتها الهدف هذا للاسف ماهوش قاعد يوصل له الاعلام البديل، ونجمو اذا كان معناتها نجمو تفكروا الاكزامبل نتاع بنما بيبرز اللي للاسف معناتها تعدى اليوم في تعدى في تونس، معناتها صار التعامل معاه
والريكوبيراسيون نتاعو انت تجي تذكر شنو البنما بيبرز بالضبط وشنو اللي بعد هو البنما بيبرز معناتها خاص 80 بلاد في العالم الكل صار كل معناتها ليك نقولوا نحن كيفاش بالعربي ليك اي معناتها خرجوا وثائق يهموا رؤساء دول واحزاب ومعناتها سياسيين ورياضيين في العالم الكل وكان عندها صدى في العالم الكل الا في تونس. تونس وسيله اعلام واحده اللي هي انتفاضه قدمت معناتها على الملف هذايا كبير برشا وكل وخرجوا مقال او سنين فيهم أول سياسي اللي هو محسن مرزوق بالوثائق اللي هو معناتها حب كان ناوي انه يعمل شركه اوفشور ونعرف نحن معناتها كيفاش تصير عمليه تبييض الاموال وكل شيء. وفي الاخر شنو صار الانتفاضه تمت قرصنتها معناتها تم قرصنه السيت وشفنا معناتها انسحاب او سكوت من الاعلام البديل اللي نورمالمون يكون متضامن ومتعاطى ويعاون معناتها سواء تقنيا او اعلاميا او سياسيا معناتها انتفاضه وبطريقه انه محسن مرزوق وغيره من السياسيين اغتنموا الفرصه وظهروا معناتها روحهم في موقف معناتها في ولا في دور الضحية واختنموا الفرصة. وهذه بالنسبة لي أنا معناتها سيمبتوماتيك اللي صار في بنما بيبرز يوضح كيفاش الإعلام البديل اليوم معناتها محصور في أشكال صحفية زادة قديمة لازمنا نفكر بهذا ومحصور زادة في رؤية فمش رؤية معناتها تجمع الناس اللي يخدموا اليوم على صحافة بديلة في انهم يواجهوا ممكن معناتها بالتبسيط الفكره عدو منظم وعارف روحو ايش يعمل وعنده اجندة سياسية اكسيتيرا وكهو معناتها كل واحد يخدم في الكوام تاعو على روحه اكسيتيرا. فلتنا فرصه كيما البنما بيبرز باش معناتها نعطيو ليستا كامله نتاع السياسيين اللي متورطين واللي قاعدوا معناتها فاعلين ومخرجتش عليهم معناتها ما اغتنمناش الفرصه هذيا كما يجب. كما كنت تقول معناتها اليوم الاعلام البديل زاد يلزم يسال معناتها اسال روحه وين نحن شكون قاعدين نحكيو كي نشوفوا توا على المواقع اللي موجوده عليها معناتها اللي تقول انها معناتها تعطي في صحافه ذات جوده ومعناتها وتعطي في معلومات جديده بطريقه جديده نشوفوا اللي ماهيش متناغمه معناها مع المتطلبات الوقت الراهن معناتها وحتى بارابور التجارب اخرى في العالم معناتها اليوم نشوفوا في امريكا والا في فرنسا اعلام متطور برشا نلقاوها على مواقع التواصل الاجتماعي بطرق معناتها جديده فما اللايف فما التويت فما بون فما الستوري على انستغرام اكسيتيرا. والاعلام البديل التونسي مازال يكتب في مقالات طويله برشا حتى الفيديوهات طويله ما يتفرجش فيها حتى حد. اليوتيوب نستعملوا فيه كانه تلفزه معناتها نتاع عام 70 هذه كل لازمنا نطرحوه بطريقه جديه اليوم معناتها نحس انا كصحفيه اللي خدمت برشا في نوات وتوا نخدم في انتفاضه وكل اللي فما نوع نتاع اورغوي نتاع نحن مثقفين معناتها نحكيو ياسر بلغه صعيبه لازمنا نكونوا نخبه اكسيتيرا ونسينا الاهم هو انه معناتها نوصلوا للشعب التونسي نوصلوا للعباد باي طريقه ممكنه يعني كي نشوفوا نحن باغ اكزومبل التجربه اللي صارت مؤخرا لجيلي جون في فرنسا بديت مع صحافه المواطنه معناتها وكيفاش معناتها بدي لايف توصل المعلومه توتون ريستون انجاجي معناتها سا فا توشي ا ريان ا نوتر انجاجمون اي ا لا بروفوندور دو ميساج بطرق اخرى نعملوا دي فلاير نعملوا مطبوعات ايه اوكي معناتها خرجوا مجله ايه اوكي اما لشكون مين باش توزعها المجله هذيك مين باش توزعها معناتها لصحابك نتاع المجتمع المدني والا كان تعمل بروجيكسيون نتاع فيلم في المرسى سي ان ديبو مي سي با سوفيزون يفو الي اودلا. وانا اليوم معناتها نعتقد انه المساله هذيا اللي نورمالمون كل صحافي ولا كل معناتها قاعد تحرير تسألها
تسال السؤال هذا روح معناتها انا باش نكتب المقال هذا لشكون، شكون باش يشوفه، شكون باش يقراه، باش نعمل الفيديو هذا لشكون، لوين تنجم توصل، وشنو هما توا الوسائل الاتصال اللي نجم نعتمد عليهم باش نقدم. الاسئله هذيا نسيناها عنا برشا معناتها الاول كانت البدايه باهيه وكان فما معناتها محاولات معناتها انا جو بونس كلي تي معناتها سوبر وكل ومن بعد قعدنا في لو كونفور هذاك بون فيما يخص الاعلام البديل زاد فما نقائص اخرى اليوم مانيش مستعرفين بالصحفي المحلي الصحفي المناضل اللي تلقاه في 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 البلدة نتاعو في الكوميونيتي نتاعو يدافع ويكتب على فيسبوك ويعمل تقارير راهو صحفية معناتها جيدة معناتها نتبع فيهم من على مواقع التواصل الاجتماعي بوليتيكمون ils sont largués معناتها وحدهم ما حد حد ما يدافع عليهم نقد صحفيين ما تستعرفش بهم خاطر مش قارين صحافة مش عارفين ما فما حتى انتيتي معناتها تنجم توصل لهم صوتهم وهما يتعرضوا لضغط اقوى بياسر من اللي نتعرضوا ليه نحن صحفيين في تونس خاطر عندنا كالبروتكسيون هذيك ونعرفوا بعضنا والناس الكل بالتليفونات معناتها تنجم تحمي روحك هما وحدهم معناتها هو كي يكتب على صاحب شركه خاصه في تلوث في المنطقه نتاعو طول معناتها يمشيوا له للدار يعرفوا صغار وين يقراوا اكسيتيرا فما معناتها انواع من هذه ونجم حتى معناتها نعرفوهم بالاسامي الصحفيين هذوما وحدهم فما حتى حد يدافع عليهم ومن جهه اخرى معناها نقولوا ما فماش صحافه بديله في تونس فما صحافه بديله في تونس اما ماهيش فيزيبل في لي سيركل هذوما معناتها في لي سيركل بريفيليجي هذوما ومانيش مستعرفين بهم بالطبيعه بون فيما يخص القوانين وكذا نعرفوا معناتها الطريقات اللي تصير على الاعلام البديل معناتها في تونس كسوا من رئاسه الحكومه من القضاء سهل برشا معناتها تمشي ترفع قضيه بصحافي على خاطر انكيت ولا على خاطر تجبد اسمك في تحقيق صحفي ولا انكيت وبطبيعه الحال معناتها وحدك هذيك معناتها كيما نقولوا نحن الخبز اليومي نتاع الهرسله هذيك اللي تصير كل يوم على الصحفيين اكسيتيرا واللي للاسف ما تحسنتش معناتها الوضعيه لدرجه انه ساعات نخمم نقول فما معناتها الركود هذا اللي عايشينه كل مربوط زاد بالتضييقات اللي بدات بشوي بشوي كل مره نحن نقبلوهم ونتمشاو معاهم ونسكتوا عليهم ونتغذاو عليهم فما نقص ياسر زاد في التضامن بين الصحفيين وبين الصحفيين من نوع هذا بالتحديد لدرجه انه معناتها طبعنا مع الهرسله هذيا وقبلناها فمعناتها للتلخيص انا نعتقد انه اليوم الاعلام البديل اللي طرح على روحه قضيه هذيا معناها استقلاليه الاعلام وانه الاعلام يكون مناضل ويكون معناتها مرتبط بالقضايا الاساسيه معناها للمجتمع وكل لازم يطرح على روحه سؤال على مش المشروعيه ليفيكتيف معناتها ليفيكاسيتي جديا ليفيكاسيتي معناتها وين قاعد يمشي يغني وجناحه يرد عليه والا يحب يبعد اكثر من هكاك وباي طرق وباي وسائل وخاصه زاده انه يتم تثمين معناها صحافه المواطنه اللي خارج الدوائر هذيا اللي مالوغوزمون قاعدين نخسروا فيهم معناتها بالواحد وقاعدين يسلموا معناها بشويه بشويه. شكرا هند بهذه التوضيحات المفيده جدا نشكرك هند. وعندي سؤال ماذا بيا ربما نختم به هذا النقاش ونفتح باب النقاش مع الحاضرين وربما حتى المشاهدين معنا. السؤال هذا راهو نتساءل انا ما عنديش تفسير ليه، لماذا وكيفاش يمكن نفسر غياب اراده سياسيه من كل الحكومات تجاه ادخال اصلاحات جذريه في القطاع العمومي؟ لماذا كل الحكومات هذا ريناهم ثم او رفض ولا تردد؟ علاش لماذا حسبكم توما؟ ماذا بيا نبدا بيك سي هشام بعد سي محمد وهند كنت رسمالي حول الاعلام العمومي خصوصا اللي هو يشكو اليوم المشاكل كبيره جدا. شوف الاعلام العمومي كمفهوم تلقى جزء كبير منه فيه سياسي اكثر منه هو مفهوم انا ديما نقول فيها انه هو مفهوم سياسي.
لانه الاعلام العمومي شنو هو؟ انه يفترض ساعه ثم تعدد في وسائل الاعلام، تجمش تقول على اعلام عمومي وحده يلعب في الساحه، واثنين يفترض ثم تعدد على المستوى السياسي. وهذاك علاش وقت تجي تشوف الوثائق الاساسيه نتاع الاعلام العمومي استقلاليته وكيفيه دعمه وكذا، تلقاها في هيئات سياسيه وليست مثلا في السياسه. تلقى مثلا الكوميتي دي مينيستر نتاع الاتحاد الاوروبي، تلقى فيها وثائق الاساسيه نتاع الاعلام العمومي، انه كيفاش تدعم الاعلام العمومي بدون ما تحط عليه اليد. هذاك علاش كيما الاسباب اللي حكيوها الزملاء تو كلها، الاعلام العمومي بقى في بقعه، لانه الفاعل السياسي وخاصه اللي يحكم ما هوش جاهز للاعلام العمومي. انا نتذكر مع سي السيد وقت لمشينا نحكيه له كيفاش لازم يكون الاعلام العمومي، يقول اخي نعطي فلوسي وما عنديش حتى دخل فلوسي. قال كيف هكا؟ قال نعطي فلوسي وما عنديش حتى دخل فيه الاعلام العمومي. هذا باش يوريك يعني الثقافه لا ثقافه مازال يعني مسكون بالضبط، مسكون بالسلطه العموديه كذا. فهمت؟ هذا الجانب. الجانب الاخر ثم مساله حقتها الهيكا ومهمه جدا في الاعلام العمومي، خطوه مهمه جدا، اللي هو عقد الاهداف والوسائل اللي تم ابرامه ما بين الحكومه والاعلام العمومي وبين الهيكا. يعني اليوم الحكومه ما تنجمش تعزل رئيس مدير عام نتاع تلبس بالقانون، مصحين فيه في عقد واعطوه الصلاحيات كامله، ولكن الحقيقه وانا نقول الشيء هذا ما ننكروش، انه توا ثم نوع نتاع سانسور اللي هي بالصمت. اليوم مثلا ناخذ مثال مثلا مبادره ائتلاف الكرام، وكيفاش صار عمليه التحايل في داخل البرلمان، واستغلوا الاداره وتحايلوا داخل البرلمان في سبيل انهم يقدموا المبادره هذه، ما طرحتش في الاعلام العمومي. كل موضوع فيه تجاذبات ويمكن خاصة فيه ظلم واضح وفيه إدانة واضحة لجهة سياسية، الإعلام العمومي ما يدخلش في الموضوع هذا. وشفنا مرات بريسك رجعنا لك الروبورتاج بتاع الحيوانات قبل، أما بطريقة أخرى رجعنا له بطريقة أخرى. هذا الإشكال الحقيقي. زوز رؤساء مديرين عامين سي مصطفى الطيف نحن في وقت شكون وقت الباجي، علاش؟ لانه رفض انه يغطي احتفالات نوبل عن طريق نسبه. يعني رئيس الجمهوريه تفسر اكثر رئيس رئيس الجمهوريه في حينه سمح النسمه اللي هي قناه خاصه واللي هي عملت الدعايه كامله للسيد باجي قائد السبسي الله يرحمه، قال اللي تغطي هي الشأن يعني شأن وطني سيادي تغطيه نسمة، وانه التلفزة العمومية تاخذ السينيال من عند نسمة ويخرج اللوجو نتاعها في وسط التلفزة العمومية. يعني فسي مصطفى الطيف وبمساندة من الهيكا اتفاق في ذاك اللزوز انه رفضنا انه هذا يصير. وقت رفضنا هذا يصير مشاو شوية وجاتك حذفت الراس ولا شنو اللي حطوا له راسه في الفريجيدير، وبالرغم لا تحل لا وراو راس لا حتى شيء، اوب يتنحى بدون الرجوع للهيكا. الياس الغربي كيف كيف، لانه مشاكل سياسيه شبيك عديت هذه شكون شبيك ما عديتش هذه. نحن نقول ونخرج ونقول راه عندنا ما يثبت انه السلطه تتدخل في الاعلام العمومي، وقت نقول عندنا ما يثبت راهم حرين عليهم، محرين على واحد كي سي عبد الرزاق الطبيب اللي كان شاد الواحد محرين عليه يقول هاو كيفاش يدخلوا فيه، وقدم استقالته في نهايه المطاف ويعطيه الصحه نحييه من هذا الموقع، قدم استقالته قال هاو كيفاش قاعدين يدخلوا فيه. فعلى الاقل الخطوه هذه اللي مشينا لها اش تلقى؟ تلقى مشاكل في داخل المؤسسه، لانه ديما نقول المشاكل مركبه في داخل المؤسسه. تلقى التعديل الذاتي مثلا منصوص عليه في عقد الاهداف، تلقى علاش ما تعملش التعديل الذاتي لتو؟ تلقى مش كان الاداره احقاق للحق، تلقى ثم مشاكل بين الصحفيين في حد ذاته. وبالنسبه لهم التعديل الذاتي بالنسبه للبعض هو تموقع،
شكون باش يشد، شكون باش يشد نصيت الخبر، وشكون باش يبرز هذا وما يبرزش هذا، ويوفى التعديل الذاتي نهائيا ونوليو نناقشوا في موضوع اخر. الاشكاليات هذه زاد لازم نحكيوها، لازم نحكيوا على الاعلام العمومي ودور النقابات فيه. راهو النقابات تتدخل في الاعلام العمومي، يوصلوا يدخلوا حتى في شكون يخدم شكون ما يخدمش، شكون يخدم شكون ما يخدمش، قاعدين نشوفوا في الاشكاليات هذه. وبالتالي زاد النقابات لازم شكون يجابهم، لازم يقول انه راهو انت تدافع على منظوريك، تدافع على حقوقهم، تدافع كذا، ما تتدخلش، تولي تتدخل في الخط التحريري. وانه هذا على فكره انا اول صحفي طرد في بعد الثوره، اللي طرحت سؤال، كنت ندير في ديبا في التلفزه، طرحت سؤال حول دور الاتحاد مثلا في عمليه الانتقال في جانفي هذا 2011، كيف سيكون دور الاتحاد في عمليه الانتقال، وثم ناس زكيت 2014، وثم ناس خذت امتيازات اراضي وقت السجراد ما يخذ 3 نوامر ولا قداش، على السؤال هذاك انا طرق من التلفزه التونسيه. يعني وريك منذ البدايه، منذ 2011 المساله كانت مبنيه على راس كلب، يعني زايد باش تحاول ولا كذا، راهي المساله اصعب من اللي كنا نتصوروه برشا. اليوم الاعلام العمومي انا من رايي، وبعض الاكاديميين ولو ينقدوا في عقد الاهداف والوسائل، اللي هو نشكر بالمناسبه السيده آسيا العبيدي اللي كانت معنا واللي قدمت استقالتها من اجل هذا العقد، قدمت استقالتها وقت الرفض الحكومه، قدمت استقالتها، وخاصه سي المؤخر لازم نسميه الناس اللي لعبوا ادوار في تكبيل الـ يعني الانتقاله وعمليه الاصلاح. سي المؤخر لعب دور سلبي، سي بالغربيه هو اللي عمل القانون هذا. بعض الاكاديميين اللي هما ينقدوا في الاعلام تلقاهم خبراء مخفيين غير معلنين في وسط القوانين هذه، تعرف ما تسميش باش لازم، فهمتني؟ يعني موجودين خبراء، وغدوه الصباح لانهم هذوما قوانين يضربوا حريص عليهم كما المشروع نتاع سي مهدي بالغربي، وغدوه ينقد يبدا يحكي على حريه التعبير ويحكي على هذا شنو، وهو يخلص ويدفعوا له ويخدم مع يعني يخدم مع الحكومه. يعني في الهزيع الاخير من الليل يقوم بدوره، وفي الصباح يرجع لدوره الاكاديمي ناقد الكذا واحد. فانا بتصوري انه عقد الاهداف والوسائل مساله اساسيه، ولازم المجتمع المدني على فكره يحاسب رئيس المدير العام على عقد الاهداف والوسائل، لانه في حتى واحد مرجع وقرا عقد الاهداف والوسائل ويجي يقول له شبيه هذا عندك توا هذوما والى حد الان ما عملتهمش، علاش عندك انك لازم تقدم مقترح جديد فيما يتعلق بمجلس الاداره، لانه تو مجلس الاداره هو حكومي كلهم وزراء، وعلاش تو ما قدمتوش؟ علاش تو نورمالمون في 3 اشهر توا عنده سنه، فهمت؟ على الاقل انه هذا النوع من الضغط ينجم يساعد وينجم يزيد يبني اكثر فاكثر. حاجه بالنسبه للاعلام البديل، يعني نحن ماشيين بالنسبه للاعلام السمع البصري ماشيين باتجاه الاذاعات الجمعيه الغير ربحي. يعني قدمت الهيكا في الميزانيه نتاعها 200,000 دينار لمساعده الاذاعات الجمعيه، نحاو رفضتهم وزاره الماليه 200,000 دينار يثقلوا عليهم في 18,000 دينار سنويا الاذاعات غير ربحيه. يعني باش تشوف الرؤية كيفاش نتاع الدولة هذه، تلقى إذاعة مثلا في الرقاب ولا في تالا ولا في غيره مناطق ظل، وفيها إذاعات من الجزائر ومن ليبيا ومن إيطاليا ومن غيره، اسمح للناس خليهم يسدوا هالفراغ هذا. اضطرت الهيئة أنها تعمل فون وحدها، وأنها تلم تبرعات بخلاف اللي تعطيه من الميزانية نتاعها، تلم تبرعات في سبيل أنه تعطي الإذاعات هذه، تعطيها يعني شيء قليل جدا، مثلا يخلصوا لهم جورناليست محترف باعتبار انهم يشتغلوا في الاخبار. فما اذاعات تختار انها يكون عندها اخبار، وقتها الهيئه تفرض عليهم يكون ثم جورناليست محترف وتخلصوا الهيئه من عندها. فديما نرجع لمساله الاراده السياسيه ومساله غياب الرؤيه زاده مرات، والله مش لانهم ما يحبوش الاذاعات الجماعيه، اما غايبه بالنسبه لهم. ثم راديو، يعني راديو ثم فلوس ثم ببليسيتي، ما يعرفش انه هو ممنوع من الببليسيتي الا شويه بركه، وما يعرفش انه هم متطوعين،
يقول لك اي نمشي خليه يدفع على الاقل 18 الف دينار به للدوله التونسيه، كلهم يدفعوا في 180 الف دينار في السنه، الدوله ما تحبش تتخلى على هذا. شكرا سي هشام. توجه توا محمد يوسف ماذا بيا زادك عضو المكتب الوطني للنقابه الصحفيين، تعطينا رايك حول المؤسسات ما ركزوش برك فقط على التلفزه ولكن المؤسسات المصادره ايضا ومؤسسات اخرى عموميه اللي فيهم تهديدات. ثم تهديدات حتى للبيع اللي كان ثم. ما هو هذا اللي حبيت نحكي فيه سي العربي، ولكن حبيت في بدايه المداخله نعمل اشاره وانه ثم برشا يتبعوا فينا على الصفحه واحنا قلنا لقاء تفاعلي، فبالتالي ماذا بينا لو كان الزملاء والاصدقاء اللي مشرفين على عمليه الاخراج والتصوير الاسئله الفيسبوكيه ناخذوها بعين الاعتبار، لانه احنا وعدنا الجمهور وانه مش يشاهدنا ويتابعنا لانه محروم ما ينجمش يحضر معنا لهنا ويشارك معنا في النقاش. انا الحقيقه رغم اهميه كلام سي هشام واللي الحقيقه انا كيجوني للاذاعه السياسيين معاهم حمايه امنيه تقول كان بالاجدر وانه هشام السنوسي يكون معاه مرافقه امنيه لانه هو اكثر عرضه في سلامته الجسديه اكثر من بعض السياسيين اللي هما الان عندهم مرافقه امنيه، لانه هذا ليس من باب الاطراء او المجامله. الحرب الشعواء اللي خاضها هشام ضد لوبيات في القطاع وهذا مش يسجله التاريخ، وتنجم تنقد الهيكا وهشام في الكثير من الاشياء بموضوعيه، ولكن هذا لا ينفي وانه فما ناس اليوم مؤمنين بحريه الصحافه بحريه الاعلام يطرحوا في افكار ويناقشوا وما يخافوش وكانوا نجموا يسمصروا وجاتهم حتى عروض، ولكن الثبات على المبدا وعلى الخط الانسان مقتنع به ويرى فيه الطريق الصحيح مش حاجه سهله. فبالتالي انا نثمن هذا، ولكن هذا لا يعني هشام وانه لما نلتقي في المبادئ الكبرى وفي القيم الكبرى لا يعني وانه نختلف في التفاصيل. وانت وكانك نقضت نفسك منذ قليل لما قلت الجانب الذاتي ما يلزمش نكون مغرق فيه النقاش، والحال وانه السياق الموضوعي العام والظرفيه العامه يلزم وهي تحظى اكثر، لكن في نهايه الامر دردرت وجيت لذاتي وسميت اشخاص بعينهم وذكرت ممارسات بعينها. اما الجانب الذاتي عدم الاكتفاء بي عدم الاكتفاء ووقائع ذاتيه بعينها. اعطاها هشام الجانب الوردي، السرديه الورديه في قصه عقد الاهداف في التلفزه التونسيه، ولكن ما قال الناس في هشام من هو الرئيس المدير العام الحالي بعد 10 سنين من الثوره التلفزه التونسيه؟ اللي هو اخر رئيس شعبه مهنيه للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في التلفزه. بعد 10 سنين على راس الاعلام العمومي زميل له كل الاحترام، له كل الاحترام والتقدير. ولكن هذا اللي يخلي سي هشام السنوسي وسي صدق الحمامي وسي وليد المجري زميلنا الصحفي اللي نحييه بالمناسبه في اخر طلاله تلفزيه اليوم في التلفزه التونسيه في برنامج مونيتورينج مع زميلنا ايهاب الشاوش عند انتهاء البرنامج يقولوا ثلاثه يتفقوا ان شاء الله يتواصل. لانه فما خوف من نوعيه معينه من المشرفين على الاعلام العمومي اداريين مخزن نسميهم انا، نفس الممارسات القديمه لن تتغير. ولما يكون يوسف الشاهد ومفدي المسدي في القصبه نمشيو معاهم فود نخدموا بالتعليمات، تجي النهضه وائتلاف الكرامه نرتميو في احضانهم، وبعد ما يكون ائتلاف الكرامه وسيف الدين مخلوف مقصيين من الاعلام وكان فما برنامج يومي مش يتوقف على استضافه سيف الدين مخلوف تحت مظلة الدفاع عن قيم الجمهورية والحداثة وما إلى غير ذلك، فيصبح ائتلاف الكرامة والنهضة معناها حازين مكان، وبعض القضايا وبعض الملفات ما نتناول ما نطفيو عليهم الضوء من خلال عدم التطرق للملفات هذه رغم خطورة مثلا المبادرة التشريعية تقدم بها ائتلاف الكرامة اليوم. فنحن نعملوا في السياسة مانيش نعملوا في الإعلام، وللأسف برشا من المشرفين على الإعلام اليوم العمومي والخاص وبرشا من الناس اللي في الظاهر تقول فما استقلاليه وفما ما الى غير ذلك، ولكن فيهم الكثير في التقدير يعملوا في برشا سياسه، وهذا مضر باصلاح الاعلام، وهذا مضر بمسار الدفاع على حريه الصحافه، ولهذا اليوم الاعلام العمومي في مازق، ولهذا بعد 10 سنين مؤسسه محترمه جدا كما شمس اف ام تلقى روحها في الصعوبات، لولا نضالات صحفيات وصحفيين شمس اف ام عندها مديده ممكن مانيش عارف شنو الوضعيه اللي كانت فيها، اذاعه الزيتونه نفس الشيء، القرار من 2015 تم اتخاذ
بإلحاقها بمؤسسة التلفزة التونسية تسامبلمون لأنه الإعلام الديني الدولة هي اللي تشرف على الشأن الديني لأنه مسألة خطيرة حساسة. شوف قديش تم توظيف إذاعة الزيتونة من مسؤولين من النهضة ومسؤولين أقرب من النهضة، ولليوم ما زالت فما محاولات للتراجع عن القرار باش نبيعوها للإذاعة نشوفوا شاري قريب منا باش نوقفوها لأنها هذه ثاني ولا ثالث إذاعة الأكثر استماعا في 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 تونس. فبالتالي أيضا نعتقد أنه يلزم ننظر للمسائل من جوانب الكل مش من جوانب ثانيا الهيكلة، وأنا من الناس الدافع عليها وأفتخر بهذا ودافع عن المؤسسة والهيكل والتمشي الديمقراطي التعديلي، ولكن لا أدافع على بعض القرارات اللي ربما ننقدها، ولكن لا أدافع على بعض الممارسات ربما نشوفها غير موفقة. مش نعطي مثال صغير، هشام قال احنا مع الإعلام الجمعياتي ودعم صحافة المواطنة وإعلام القرب وفما مناطق مهمشة، هو أحد وهو أصير جهة من الجهات المحرومة والمهمشة ويعرف ربما طبيعة الوضع في 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 هذه الجهات. لما أنا نعطي رخصة الإذاعة الجمعياتية في تالا ونعطي رخصة الإذاعة الجمعياتية في حاجب العيون في القروان اللي شهدت الحادثة متاع الجوارز، ونعطي رخصة الإذاعة محلية في مانيش عارف أنا في سوسة ولا في تطاوين ولا في 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 أي مكان كان، وبعد في المقابل نعطي البث الوطني لإذاعات كبيرة ووازنة ومحترمة ولكنها إمكانياتها مش إمكانية الإذاعة الجمعيتية هذيك ولا الإذاعة المحلية الخاصة هذيك كما موزايك كما أي فا، نعطيهم بث وطني. لهنا أنا نتساءل على أي قدم ترقص الهيكل، شو تحب تعمل بالضبط؟ تحب إعلام قرب؟ تحب صحافة جمعيتية وإعلام بديل باش يخلق تعددية وتنوع؟ يوم آخر تقرير للهيكل يؤكد بشكل خطير جدا، تقرير متعلق بالاتصال التجاري في شهر رمضان، أنه نعيش تعددية شكلانية في تونس اليوم. عندك زوز إذاعات وزوز تلفز وجريدة محتكرين ما شد عليهم، دين صحيفة الشروق تحتكر 45% من نسبة السحب العام في تونس، تقريبا السحب اليومي قبل الكوفيد 90,000 يوميا نسخة، جريدة الشروق تحتكر 45، موش ذنبها زاد راهو إذا كان الناس تخدم وتعرف توزع وتبيع موش ذنب، ولكن فما خلل ما في المنظومة اليوم في الصحافة المكتوبة المرسومة 115 ينص على أنه لا يحق لأي مؤسسة عالمية وأنها تستأثر بأكثر من 30% من نسبة السحب اليومي العربي، وأنت تعرف وين احنا بالقانون هذا؟ ما فهمتش يعني إذا كان نحبوا نعملوا إعلام بديل احنا لازم نشوفوا شنو هي خياراتنا الكبرى شنو نحبوا نعمل، وإلا وقت حل اللعب للناس الكل وفليتنافس المتنافسون، لأنك تقول لي نحب نعمل إعلام القرب والصحافة الجمعياتية والإعلام الجمعياتي، سامحني إذاعة دريم اف ام في في حاجب العيون في القروان غير قادرة على منافسة إذاعة موزيك اف ام، وغير قادرة على منافسة جوهر اف ام، وغير قادرة على منافسة إذاعة اي اف ام، هذه ما يحتاجش العجب العجاب حتى نتبينه. فإصلاح الإعلام العمومي مسألة ضرورية، إن شاء الله الحكومة تعجل بحسم ملف الإعلام المصادر لأنه ما عادش يصبر الوضع في دار الصباح في 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 كتيوس برود في في شمس فام. الإعلام العمومي يلزم يخضع لإصلاح ينطلق من الرؤية العمومية التشاركية اللي احنا ندعيها، من السياسة العمومية اللي احنا مطالبين بوضعها، ماذا نريد من هذا الإعلام، شنو هي حقوقه، شنو هي واجباته، شنو هو يلزم توفر له الدولة، لأنه خلينا نكونوا صورة حازلة باش ما نديوش ما نعملش في المزايدات أنا على الناس. اليوم فما حاجات في الإعلام الخاص ما تنجمش تعملها لأنه عندك إكراهات أنت بتاع سوق، لانه عندك اكس انت صاحب البنك الفلانيه والمؤسسه بتاع الاتصالات الفلانيه وكذا، كان تمشي تعمل عليه تحقيق يجيك صاحب مؤسسه يقول لك سامحني اخويا راه تحب تعديه نعديه لك، اما راه غدوه ما عنديش منين نخلصك نعطيك شهريتك. بينما الاعلام الجمعياتي هو يلقى دعم بعض المنظمات يخدم على اساس دي بروجي يخدم على اساس كذا ينجم يخدم. الاعلام العمومي اللي هو يخلص من اموال دافعي ضرائب ينجم يخدم، ولكن اليوم ميزانيه التلفزه التونسيه مثلا 90% قرابة 90% منها ماشي أجور، ماشي أجور، كيفاش نجم تطور مؤسسة وأنت ما عندكش الإمكانيات للإنتاج ولا التميز ولا الابتكار ولا الإبداع، أنت ما عندكش المسؤولين اللي مؤمنين بحرية الصحافة وحرية التعبير وما يعملوش في السياسة ويستقيل ويضرب على الطاولة كيما عبد الرزاق الطبيب، أي نهار ما يلقاش روحه يستقيل يا خويا إيش بيناتنا يا خويا شد عليا السبالة طيح، نستقيل ونخرج ونفحك ونعمل ندوة صحفية أخوي ونقول الحكومة هذه غير ديمقراطية وتحب تتدخل في الإعلام العمومي. للأسف ما عندناش مسؤولين بالعقلية هذه، عندنا مسؤولين ما 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 بعض منهم كان يناشد في بن علي وكان كذا، ما حكيت على المناشدين، أنت عندنا على مين مناشدين هشام؟
والبعض منهم مسؤولين اليوم في الاعلام العمومي في حكيت على المناشدين في اتحاد الشغل، شو الفرق بينهم وبين عبد السلام جراد اللي ناشد بن علي ترشح 2014؟ كلها مناشدات وكلها ثقافه غير ديمقراطيه وكلها خروج عن الدور عن المسؤوليه الاجتماعيه لوسائل الاعلام، عن المسؤوليه الاجتماعيه للصحفيين. فبالتالي ان شاء الله اللقاءات هذه تكون منطلق حتى نفتح حوار حقيقي حول اي سياسه عموميه نريد لاصلاح الاعلام ولتطوير قطاع الاعلام، لانه اذا كان مش يكون اصلاح يبدا من غادي من رؤيه شامله ومنها تجي التفاصيل مش الحلول التوقعيه والمجتزئه. شكرا سي محمد. سي هشام سوسي عنده توضيح بإنجاز بإنجاز فيما يتعلق بالبي دي جي، يعني الهيكا تصنيفها القانوني هي فما شكون يعبر عليها نظام شبه المحكم. علاش شبه محكم؟ لانها تصدر عقوبات والعقوبات نتاعها يتم النظر فيها كانها درجه اولى من العقوبات ويتم النظر فيها في المحكمه الاداريه. يعني تنجم انت تستين حكم ديجا ثم استين وثم ربحونا باحكام في المحكمه الاداريه رجع. اذا نقولوا شبه محكمه ونحكيوا على المؤسسات لابد من احترام المؤسسات. لا جريمه لا عقوبه الا بنص قانوني، هذا معروف المبدا هذا. اضف الى ذلك انك انت اذا ما عندكش شيء يمنع القانون مواطن تونسي، وهذا اللي حكيت عليه انا وعارف ايش قاعد نقول وقت نقول راه التوافق خرج من السياسه واثر في المؤسسات، ما تنجمش انك انت تمنع ناس مواطنين توانسه تقول لهم ما ترشحش الوحده. لازم ثم قانون بالنسبه للهيكا، لازم ثم قانون. لو ثم قانون كيما تعمل في تشيكوسلوفاكيا في الانتقال الديمقراطي، منعوا في تشيكيا 10 سنوات الصحفيين اللي عملوا البروباغندا ما يدخلوش وما يخدموش، تبعوهم حتى في مناطق داخليه. جاوا يخدموا في الصحافه الجهويه، تبعوهم ما خلوهمش يخدموا. قرار. هذا قانون. البي دي جي الهيئه تختار، ولكن اللي ترشحوا هي الحكومه بالقانون بالمرسوم 116. يعني الحكومه ترشح اشخاص، الهيئه مشات باتجاه مناظره تعديت اون ديريكت في التلفزه، كل الناس متفقين انه البي دي جي كان الافضل اللي تم اختياره، كل الناس متفقين حول انه هو كان الافضل والاجدر والاقدر على الانجاب. فحبيت نوضح المساله هذه، لانه ما هيش انه الهيكا تقول هذي ما نقبلوش لانه كان مثلا يشتغل في الحزب السابق. ما نجموش المساله هذه، لانه وقتها تولي الهيكا بالفعل وقتها تولي المعايير نتاعها محل شك. وهذا يتناقش راهو في وسط الهيكا. يكون عنده ملف لتسييج. لا لا سامحني، تناقش هذايا في الهيكا وكل شيء لا يحق لنا، وحتى لو انت تمنع تمشي للمحكمه ويرجعوا لك ويبطلوا كل القرارات نتاعك، لانه على اي اساس عملت هذا؟ راهو فرق ما بين نحكيه كصحفيين ونقيموا ونحلوا، وفرق ما بين مؤسسه محكومه بقوانين. هذا النقطه الاولى. البث على المستوى الوطني هو فتحته الهيكا في اطار التنوع والتعدد، وفي اطار زاد انه ما خليوش الاعلام العمومي وحده يبث. تعاملوا معي، ما عندكش مشاكل ماديه، ما عندكش مشاكل اجتماعيه، قاعد تخلص في العباد، ما توقفتش على البث غيره، وفتحنا المجال. واللي بثوا الى حد الان تراجعوا على فكره. تراجعت اكسبريس اف ام، تراجعت جوهره اف ام على البث، لانه مكلف جدا. وقت نلقاو هذا مكلف، ونحن قاعدين نسعاو الى تعدد وتنوع الرسائل الاعلاميه، عملنا الحل الاخر باش نقصوا التحكي فيه، لان هكا تقدم اقتراحات باش تحاول تحافظ على مساله التنوع والتعدد نتاع الرسائل الاعلاميه. فتحنا مجال فكره اخرى اللي هي الراديو تي في. الراديو تي في تكلف اقل برشا من البث على الفريكونس العادي، تكلف اقل برشا. وبالتالي وتولي تبث على نايل سات. وقلنا من ناحيه نحقوا انتشار نتاع الاذاعات هذوم، ومن ناحيه نخفوا من الضغط نتاع بعض التلفزات اللي اصبحت مهيمنه على المشهد. هذوما الحلول التقنيه اللي قاعدين نمشيو فيهم. وكيف ما تعرف انت ديوان اف ام تحب تعمل تخرج على الفضاء، تحب تعمل راديو تي في، تحب تبث على مستوى وطني كيف. وشنو اللي صار زاد بالله في الجانب هذا؟ نحن فرضنا البث على المستوى الوطني، شا يعملوا تو بعض الاذاعات يبث ياخذ الرخصه، ومن بعد ما يبث يجي يبطل، يقول لك نحب نبث في سوسه، في نابل، في تونس.
في السباق. يعني رجعنا لك الفجوة الإعلامية هذيك اللي موجودة على مستوى الجهات، القرار متاع الهيئة إنك ترجع وين كنت، يا أما تبث في كامل هذه المناطق، يا إما راك باش تزيد تجذر الأزمة متاع الحضور في الجهات هذه. هذا فقط حبيت نحكي على مجموعة المعايير. شكراً. كملنا البرونزاج هنا. لا سمحت. سمحت. آخر كلمة كمان نعطي الهمة. دايو بلس سي لا سول فام ريبريزونتي دون توت سيت تا بار ريسبي بور إل بور لاميتي كو جي بور. دونك هندا كان تحب تجاوب بالك بإجازة. إجازة خاطر معناتها تعرضنا للنقاط الكل معناها فيما يخص إصلاح الإعلام، أما يدور لي النقطة اللي ديما قليل وين نحكيو عليها من أول معناتها ما بدات لي ديسكسيون على إصلاح الإعلام هو التربية الإعلامية. ممكن أنت حكيت عليها من الأول في الانترودكسيون، الميديا ليتريسي التربية الإعلامية واللي هي معناتها مهمة ياسر لإصلاح الإعلام. المواطن اليوم التونسي ما عندوش وعي، حتى تبقى معناتها ساعات طالب ولا باحث معناها عنده معناها الباجاج معناها السيونتيفيك اكسيتيرا وما ينجمش يحلل ولا يفكك الخطاب الاعلامي، وهذه حاجه معناتها هما ياسر. واللي هي الحلقه هذه نجم تعاوننا انه يكون فما معناتها اون سيغتان اكزيجونس انفير لي ميديا في تونس، يكون المواطن يقول لا هذا ما حشتيش بيه، هذا سي دو تراش معناتها ميديا ما حشتيش بيه، ها شنو الاعلام اللي حشتي بيه. الحاجه الاخرى زاد اللي استفزتني شويه قالها ياسين بكري، قالها محمد بكري، قال كل واحد اللي حك راسه يولي اعلامي. نحن انا واحده من الناس مذبية كان كل مواطن تونسي اعلامي يكون هو عنده مساج، اما شنو بالاليات معناتها مذبية كان الاعلام والا الصحافه الثقافه معناها نتاع الصحافه نتاع معناها لاكسي على انفورماسيون، وهي معناتها وهذه كل يكون متشبع بها كل مواطن تونسي تحمي الساعة أول حاجة وتحمي زادا المسار الإصلاحي هذا، معناتها تكون فما اون باز المواطن يكون عنده وعي بأهمية إصلاح الإعلام وشنو هو وعنده تصور زادا للإعلام اللي يحب عليه. شكرا. ضوابط هاي متفهمين بالضبط. شكرا. سي هشام دالي فما أسئلة مطروحة من الفيسبوك كان تجي تعطينا بعض منها. الحق في الواقع مثل تلمون باسيونونت اي باسيونيل اللي معظم المداخلات في فيسبوك تعليقات مغرضه تعليقات سيمباتيزون. زوز اسئله ظهروا لي جديين وسنتيفيك، واحده حول الاشهار السياسي الاشهار في القنوات، اسكو سو ني با معناها فيتال للاستقلاليه، حاول من خاطر فما يقول تعقيب على ملاحظه حول الاشهار في القنوات. والسؤال الثاني حول يظهر لك تعقيب على كلام هشام بكريكا حول الديمقراطيه الثقافه الديمقراطيه كمقدمه لامكانيه ثقافه معناها مشهد اعلامي ديمقراطي. دونك هذوما التعليقات. تفضل عبد الحليم. انا عندي تعليق شعب بالعكس انا سي محمد قال مسألة الإذاعات الجمعيتية المحلية هو راه شيء ما ينفي شيء، بالعكس ينجموا يكملوا بعضهم. ثم ضاف عليك أنه الناس بدأت تتراجع وتاخذ في المناطق الساحلية، معناتها الإذاعة الجمعيتية المحلية لازمة، بل بالعكس تخلق ديناميك وتخلق وعي وتخلق وتقرب العائلة بتاع القرية الوسيلة إعلام وطريقة إعلام وشخص إعلامي. هذه ملاحظة نحب نسوقها. ثم حاجة أخرى يجب توضيحها، رأي نقابة الصحفيين ماهيش نقابة التلفزة الوطنية، راهم حاجتين مختلفين، معناتها نقابة هي نقابة أخرى وعندها خصائص أخرى وعندها تورطات أخرى من الثورة لليوم في تطور التلفزة سلبية. نحب نسأل سؤال على ما كانت الثقافة في الإعلام بعد الثورة اليوم. اللي كان الإعلام موجه سياسيا، كان ثم مساحات أرقى للثقافة في وسائل الإعلام الرسمية والخاصة والمعارضة والعامة وحتى بقطع النظر على الوسائل الإعلام المستقلة والبديلة، الخدمة اللي تخدم فيها نواة قليل ياسر في غيرها من المؤسسات الإعلامية البديلة. التلفزة الوطنية تدهورت حالها حتى وصلت تحط أخي بالمسلسلات
معناتها كانت هي تستكتب وكانت هي تحط اهم المسلسلات الدراميه، اليوم هي ولات الاخيره. يمكن تجيب اشهار وهذا اكسبسيونيل السنه، ولكن الرداء الكل تلقزت على التلفزه الوطنيه، معناتها رداءة الأداء الفني بصفة عامة، البرامج الثقافية، مساحة للكتاب، المساحة للحوار الثقافي من طراز عالي ولا ناقص، معناتها وكلاته سياسة وكلاها رأس المال، معناتها هو بيدو مشى في الحافر، معناتها هذا نحب بخلاف أني جاوبت السياسة ورأس المال، نحب نفهم الميكانيزمات الداخلية، ولو أن الهيكا معناتها خلات مساحة للثقافة في المؤسسات ما حرصتش عليها لان شيء فايز عليها، ولكن اللي اختار اليوم بربي لازم ننتبهوا، راهو الكرامه ماهوش في واحد، راهو جاء معنا زهر اللي تقسم هذاك قلب تونس، كما تقسمش قلب تونس كان يتعدى، راهو كما تقسمش قلب تونس وماش عنده ماجوريتي كان يتعدى، ولكن ماهمش باش يسكتوا، ولهنا اللي اختار الكبير، خاطر ولا توا الحريه باش ندافع عليها الناس الكل هذيا فيهاش مشكل، ولكن الهيكا مانيش فاهمين شنو هو الدور نتاعها بصفه عامه، معناتها اذا كان دقدق الهيكا وتحط كي تشارج جديد انتهى المشهد، معناتها وفات الحكايه. بوتيتر ريبوندر للسوسي ليجيتيم كومبيان لوابل دو سي هشام، قال يليد ثم لا موندر ديمونسيون ابور كونتردكتوار دون سو ديبا، ايتون دوني كو يا با دو ريسك في المحفل هذا باش واحد يكون فوس نوت باش يكون نشاز، عندي شويه كلكو نيونس على ما تفضلوا به الاخ والاخت، اوتون مو جو ريموكوني دون لا سينتيز جلوبال دي جينيرال بوكو بلوس كو دون لانترفونسيون دو شاكان، خاطر فما كومبليمونتاريتي حلوه اللي ربما غابت في تدخل البعض. بالرجوع للتقديم اللي قدم به العربي، il y a des moments, il y a des mots clés. Aujourd'hui, presque à quelques mois, من ذكرى الأولى من العشرية الأولى الثورة ولا التحول ولا الانتفاضة ولا ما كانت معنى المصطلحات، اللي بيان ايفيدون اللي ما نجموش نخرجوا بالقطاع العالم واحد ونعملوا ان بيلون ولا كيلكو زيليمون دو ريفليكسيون معناها مهما تكون اهميتها. وذكرها معناها خويا العربي قال لا ترانزيتولوجي لا ترانزيسيون، نخبة سياسية وقتها كيفاش فهمتها وكيفاش مارستها، سيلهاش مقال سي شامن لو بيشي اوريجينيل من وقتها من غادي، هي توت ان بيلون افير ترانزيتولوجي، باسكو ريالمون ليكسبيريونس تونيزيان ريسبكتي بخصوصية الواقع التونسي وبالسوسيولوجي التونيزيان تحدد في سياق تاريخي دو ترانزيسيون ديموكراتيك بوان دو تروغاسيون، باش نتعمق برشا مي جو سولوف لا كيسيون، إلى أي مدى احنا مشينا في مسار انتقال ديمقراطي، اذكر الشيلي البراغا ما بالمقارنة بالمثال الإسباني نو سيتيون تري لوان، مشينا ربما في جوانب قانونية بروسيدريال 56 57، محمد الغنوشي مبزع، مي ما مشيناش دون ليسونس سوسيولوجيك اي بوليتيك دو لا ترانسيسيون ديموكراتيك، قعدنا في ال la nostalgie, l'illusion est révolutionnaire, dans la rupture, alors que la transition démocratique, elle est par essence une voie non révolutionnaire, je souligne, non, je n'ai pas dit anti, une nuance de taille, je n'ai pas fait, je n'ai fait ma soeur, Akhr. Et la gauche, le scarte si Hichem, elle est, elle a beaucoup plus que responsabilité historique, pour ne pas dire plus, puis en poussant vers une dynamique نعيشوا من لو ريفير دو ميداي ومن تداعياتها من التحليل. سا سي بالنسبة للإطار العام تاع التقييم. باش خارج دون قطاع الإعلام واحد ونقول واه شفما شبيه. شبيه في 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 شان يوتيوب نتاع فلانة فنانة عندها 3 ملايين و500. وشبيه تال إكسبير سوميتي انتلكتويل يونيفرسيتير أكاديميسيان عنده 4 فيو على الانترفونسيون نتاعو على المحاضرة نتاعو. اي سقسي مولاك يقول الجزيري معناه سقسي انتربيل لا كيسيون لا ديناميك بوليتيك لا ديناميك سوسيولوجيك مش تو كونستات وتتعدى وتقعد دون ليليتيزم سامحني افيك تو لو ريسبي كو جو دوها بور معناها لي جينيراسيون كي 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 سامبستيس دون لا ديناميك دو ميديا الترناتيف سي سي سي
مش بالنوايا وبالتمني. سيدون قال كلمة حلوة كيف كيف سنعرف مش نكمل. On a usurpé le droit du peuple tunisien de faire l'inventaire. ما عملناش انفونتير. عملنا شعار 60 سنة خراب. قياديين يساريين ثوريين راديكاليين انساقوا وراء الشعارات هذيك. سي نورمال بار لا سويت تلقى روحك دون لامبويسونس دون لا مارجيناليزاسيون. وتبكي حالك. ومش باش يغير من حالك. يا 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 بينو افير جوربريت 10 سنين راه وسامحني بعد 10 سنين مازلنا نقولوا واحد شبيه واخو مسؤوليه في هيكل عمومي ناشط عام 2010 tu as des ministres dans tous les gouvernements qui sont des anciens ministres de Ben Ali حتى بن سالم ماهوش لو ديري مينيستر دو لوكاسيون اخي لاش الغوم سي با لو ديري مينيستر دي فينانس اون 2010 اي جون باس انا ريتون بهديك مربي وماشيين بهال بهال لينيورونس توتال دو لا سوسيولوجي دو نوتر سوسيتي خينا نسال ديما انا اوتون جي بوكو دو ريسبي لهال التفكير هذا والخيال والجمعيات وكذا مي سي ان ابيل يفو سانسكريب دون لا ديناميك دو سوسيتي اللي هي اسونسيلمون بازي سو لي رابور دو فورس يا حبيبي يا اخي اليوم في البرلمان باش مش تغير باش مش تو فات اوبوزي اللي كيفاش حكومه سحبت مشروع الحكومه نتاعها انديريكتومون الفا سيرفير لو بروجي نتاع الكرامه الحكومه هذه راهي ما تقول لي كيفاش ما عندهاش اراده سياسيه شو ما عندهاش اراده سياسيه انا جيني با دو 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 ديليزيون عادي جونتيسيب انا ما شاريه بالعمل 64 سنه نعرف ان دراسه السيد ذاك عنده اراده ولا ما عندوش ما نقولش نضغط عليه وي نضغط عليه اما ما عنديش ايليزيون ما عنديش وهم ما كانش عندي وهم على يوسف الشاهد كاش كان يهد وهم على البيجا قيد سبسي رغم اللي مريته بتجربه قصيره معاه وما كانش عندي وهم على حمل الهمامي ما يجيش يعمل ثلاثه فقط ديمقراطيه هو ولا غيره داير والديفيسيت ديمقراطيك اللي حكى عليه في نيفو لا كولتور لا كارونس اللي بروفوند يا خويا عطيونا ديبا باهي رحمه بيك اللي مش ياخذ ديستانس بارابار بن علي 10 سنين باقي احنا في اللونتي بن عليزم بريماري بريميتيف انا شو داكور افيك لو بروفيسيونيل لونيفرسيتير ليكسبير انفونتير منظومه الالينياسيون دي ميديا اي مو جو سوي كيلك شوز جيتي دو دون جو لو كوني مي جيتي دون انيونس والعربي يعرف دون لا كريتيك جيتي با دون لوبوزيسيون بوليتيك جو ني شيرش با اون فيرجينيتي بوليتيك اجوردي ماهيش ما تعنيني حاجه ما هات نعملوا بالهداوة راحة و اتر ان فونكسيونير على تيسيو est-ce que c'est un crime ça bon اذا كان حاجات عندها علاقه بالبينال وي انا معك لا يشرف اخلاقيه المهنه الصحفيه المهنه الصحفيه فيها رساله فيها نبل فيها اخلاق شويه لما قطعت حد لا مش جابي مش وش قلت الوقت هذه انا ما قلت لك عملت لك نيونس في بالي اللي كنت حقك فهمتها ولطفتها اذا كان ثم جانب معناها بعلاقة بمسؤوليات جزائية فيها معناها خرق لي كذا يتعدى يخلص عسكنات ماهوش فوق الحم وحاسبه نو إلي ريسبونسابل بوليتيكمون مورالمون جو سوي داكار افيك توا مي ني با كوبابل بون دو بون دو في انو يمنعو غدوة باش ياخو مسؤولية في مرفق عمومي وجاوبك سي هشام نجم تطلب حتى من أي مؤسسة دولة اليوم باش تعتمد على ان بون دو في بوليتيك بارتيزان ميم دو جوجمون دو فالور بور دير كو هذا كاين ميريت ولا ميريت با جو ميكسكوز انا على الازعاج انا نحب ننطلق من الملاحظه اللي عملها محمد اليوسفي بالنسبه لاختلال المشهد الاعلامي صحيح ثم 13 قناه تلفزيونيه اليوم و50 موقع اعلامي و50 اذاعه تقريبا لكن المشهد مختل اللي نشوفه فيه اليوم معناتها لو كونستا غيل كون بو فير من المشهد السياسي الاعلامي انه براتيكمون يا با ديسباس دو ديبا بوليتيك ولا سوسيتال دو كيل ناتور كيل سوا دونك المشهد هذا مختل تماما زاد تنحى البلاتو مؤخرا نتاع قناه الحوار التونسي على معناتها لا سامبوليك نتاع الغاء بلاتو في الوقت هذا اللي فما معناتها رهانات سياسيه وتحديات سياسيه كبيره عنده بعد رمزي نتاعو انا اللي نحب نقوله اللي المشهد اللي نحن عايشين فيه توا الاعلام اللي مفروض يلعب دور ان كونتر بوفوار سلطه مضاده ما فماش بالكل
vraiment معناتها يظل on est carrément à l'opposé. فما ثقافة لونديمول لي بلاتو دو توك شو لي بلاتو نتاع لي كوميراج دو 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 فوازان هذوكم هما اللي موجودين واللي عندهم يستقبلوا الشهر ويستقبلوا لي تو دوجونس تري تري زيلفي. دونك انا نقول في على النقيض هذايا الاعلام اللي مفروض يلعب دور سلطه مضاده, سلطه تكشف الحقائق, سلطه فيها فما الانفستيغاسيون, فما قضايا الفساد, فما هذا الكل مش موجود والا قليل ياسر قليل ياسر والا مغيب. دونك الدور نتاعو اني با فالوريزي اني با سوتوني كيما قلت انت زاد هندا مقبيله. دونك هذوما الاشكاليات انا بالنسبه ليا معناتها يفو ان بو ايماجيني كو لي ميديا نو سون با ان تران داكومبلير دون فاسون جينيرال مع عدا بطبيعه الحال عديد الصحفيين اللي في الجهات وفي المركز يقوموا بدور كبير, لكن لي ميديا ناكومبليس با لو رول دو لا فاسون اللي ننتظروه منها على كل حال. ومقابل هذا عندنا الجمهور, الجمهور كما قلت انت في العربي مقبيله فما مشكله نتاع ثقافه ديمقراطيه, لكن يذولي مش ثقافه ديمقراطيه فقط ثقافه بصفه عامه. المنظومه العائليه نتاعنا والتربويه نتاعنا ودور الثقافه ودور الشباب كلهم نسنا كومبليس با لو رول انه الشاب عمره 15 سنه مشى المسرح مشى السينما يعزف على الموسيقى انه يحل افاق اخرى الوغ كو في الجانب الاخر فما الفينومين نتاع التدين بصفه عامه معناتها اللي هو يدوفيان لو روبير انسان اللي يمشي يصلي في الجامع هذاك نحترموه وهيل وانسان ماحل واللي يمشي للمسرح هو بالعكس انسان على ليميت ما نقولش نكفروها ما بريسك نكفروه بمعنى انه هذه الثقافه ماهيش محبذه وماهيش مقبوله. دونك تو سا دونك في المشهد هذا يولي لو بوبليك الي فاسيلمون مانيبولابل public facilement manipulable à la fois il n'est pas outil les grilles de lecture en théo elles sont très 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 faibles. ذكروا انا ديما تقول لي انكدوتيك بالنسبه ليا وقفت معركه وقت الدستور جاء الفصل نتاع استقلاليه القضاء اللي هي النهضه عانيت من استقلاليه القضاء واللي كان تحت امره النظام السابق. وقت خرجوا مسيرات قدام المجلس التأسيسي تقول لا لاستقلالية القضاء هذول يا با بلوز انكدوتيك كو سا انه الجماهير هذه بسهولة تجم تو لا مانيبول وتحطها تحت تحت الرداء نتاعك ولا تحت الاجندات نتاعك. اي دونك السؤال اللي نطرحه دونك هو سان سيركل فيرمي اونتر الجمهور والسياسة والمنصات الإعلامية بصفة عامة. والسؤال يطرح انا ديما يظهر لي يفو معناتها سو رابلي كو الاعلام دوره الاساسي والجوهري الاعلام اكيد وانه الاناره واتسيتيرا, لكن زيدا سي ان كونتر بوفوار بارابور القضايا الكبرى الفساد اتسيتيرا. نعرفوا في كلمه انوفا اللي معركه المراسيم 115 و116 ما كانتش معركه سهله, الهايكا ما كانتش معركه سهله معناتها صاروا عليها اضرابات عامه في القطاع نجيب الله يرحمها الا مني ان كومبا اكسبسيونيل معناتها هذه حاجه ما نجموش ننساوها. المحاكمات العسكريه انا بيرسونيلمون يا دو زون مريت مرتين قدام محكمه عسكريه علاش خاطر مقال نقد الاداء نتاع الجيش في التعاطي مع الاحداث الارهابيه معناتها حاجات يمكن ما تظهرش ولا ماهيش, اما الحريات افكتيفمون مساله الحريات مساله مهدم واليوم وغدوه ومهدم معناتها هذه معارك على دوام ما توفاش. تحب تدخل في مساله الحلول تبيع الاجل الاجله ما نجموش نحثوا عليها العاجله ونتحث ندخل في مساله الثقافه الديمقراطيه. انا حبيت برشا سي العربي في التدخل نتاعك عملت تروا دي ديكلي حكيت على الترانزيتولوجي وعلى الكونفيغوراسيون تاع نوربير الياس وحكيت قلت راهو الميديا هي صوره المجتمع من غير ما نبعد على التهوين والتهويل معناتها ونحط تونس في محيطها العالمي. وكما قال سي محمد قال هما في فترات هذه المخاب السياسي والانتقال الديمقراطي شكون يدفع الثمن, هما الصحفيين هما القضاة هما الفنانين. دونك كيف نعملوا بيلون نشوفوا اللي بون في تونس ثم حريه التعبير وقع اكتسابها تضحك تاع اجيال ولكن مازلنا ما وصلناش ما وصلتو الشيلي والجزائر ولا في مساله تنكيل العقاب الصحفي. الاخت سيدة جبت على الميديا ليتيراسي معناتها لازم نحطوا تونس في اطارها, احنا مصنفين في البلدان افاب الليتيراسي معناتها ما عادش كيفاش ترجمها مقروئيه. بون هي حتى الاميه الابجديه 30% في تونس معناتها اختيره ما تنجمش اخ يحكي على الجمهور وسوق الاعلام وكل
كي نعملوا خاطر الحلول لازم نعمل تشخيص موضوعي. كي نعملوا انكيت على مهنه الصحافه لما ثم تحدثنا على الاعلام والاتصال والتواصل ثم شويه خلق وما حكيناش على ظرفيه تكنولوجيه جديده تخلقت مثلا ثم نظريه دي نص ثالث تو المواطن يمشي يسمع التلفزيون وبعد يمشي الفيسبوك وبعد يمشي يعمل راب دونك ثم الانتراكسيون ما كانتش موجوده. مره هشام بعث لنا اليوم مع تنجم بالانترنت تشوف اذاعات العالم الكل. هذه خد ثم ديبا صار في العلوم الانسانيه بين ماكلوان وابرماس اللي دافعوا على وسائل الاعلام في الاكتساب قيم الديمقراطيه وبين ليكول دو فرانكفورت اللي منها بورديو وبودريار اللي قالوا الاعلام هذيك يد المهيمن السياسيين وايديولوجيين ما تنجمش وكان ديما نظره نقديه. هو رجيس دبري يقول راه فما وسائل تقنيه هي اللي تنسب الامور. شوف اش عمل الفيسبوك الى ديمونتيلي لي زومبير معناتها اوتوريتير. شوف مثلا التليغراف اش عمل في لي زومبير كولونيو اللي مارسته الدول الاستعماريه من الابادات وكل جات الى 1840 تليغراف باش كشفت. نحب نرجع مثلا شنو الحاجات مثلا العاجله جدا ان يظهر لي كونتريبيابل يزم يطلبوا ان تحمي هذه صحافه المواطنه وصحافه الاستنتاج. نذكر انا بحاجه برك مثلا نوات عملت مره روبورتاج على لي زيكول كورانيك حتى حد ما كان وقت الترويكا حتى حد ما كان يتكلم وذما ديما اخفاء وتضليل الوقائع. هيك الصحفيه الماعيه عملت حاجه ممتازه جدا هي على بروفوكي ان ديبا برلمونتير ووزاره العائله تنقلت وكل. في الحلول العاجله اللي قالوا البيداغوجيا نتاع الاعلام توا كندا عامله رابور انويل على الليتراسي. هذه بلدان عاتيه في الديمقراطيه وعندها مستويات قراءه وكل. نذكر رامسفيلد مره في اخر زياره جاء لتونس طلب ثلاثه ارقام، قال عدد المشتركين في الانترنت، عدد المشتركين في الهاتف القار، وعدد القراء نتاع الصحف. يلقى نيكار معناتها كبير ياسر، حتى قراءه الصحف المكتوبه على هي مع التورشون وكل ضعيف برشا. قال هذه ماشي بلاد معناتها تنجم تكون بلاد نتاع نماء ورفاهيه اقتصاديه. هو من منظوره معناتها نوسوريس كي تاخذ رقم قراء الصحف وكلها تجمع على احنا بلاد نتاع مقروئيه ضعيف. دونك انا مثلا من الحلول العاجله جدا انه يوقف بث البث المباشر للديباب تاع مجلس النواب مجلس الشعب. معناتها شو ربحنا به حريه التعبير مع ضرب مؤسسه الثقه، معناتها ثقه في مؤسسه يلزم هذيك معناتها حاجه يلزم مؤكده جدا. سي هشام قال حاجه باهيه برشا والاخ زاد قال ثم ناس متورطين في المانيبيولاسيون والبروباغاند ونعرفوهم من غير ما نجبدوا اسماء. وما نحبش انا نمشي في فكره انه المحاسب وهيئه الحقيقه والكرامه في الاعلام لانه ما نحبش نذكر اسماء. ثم ناس كانوا في الصحافه المواطنيه صحافه الراي الحر خذاوا التاب عملوا بير كل عملوه قبل. دونك ما ندخلوش في الامور لكن اللي تورطوا في الدعوه السياسيه والدعوه الايديولوجيه من غير ما نقولوا اسماء هذوك ما كما بورقيبه وقت شد البلاد قال ثم حب ينظف الاداره التونسيه ثم نفس مؤمن هذوك ما يتكاوا وياخذوا التقاعد والاخرين يتحاكموا. احنا ما نقولوش محاكمات على الاقل يتمنوا 10 سنين عن ممارسه المهنه الخطيره اللي هي الصحافه ولا 20 سنه. حاجه اخرى اللي محمد حماس الكور كي تجي تشوف تو شكون هم القاعدين يخطوا في الاعلام الكل هما دي بيجيست هما دي فاكاتير هما عندهم مهنه اخرى. ما نحكيش على السماسرة والفينومين بيرلوسكون اللي هو زاد تقرا على ايشيل مونديال معناتها لازم ديما نحطوه نحطوها في حط شنو عندنا تو الكونسيبت الجديد هي لا ميتا بوليتيك ما عادش تفهمها السياسه هي عالم الدسائس والمؤامرات. حتى الصحافي الالماني ما ينجمش يفهمها خاطر ما عندوش اكسي للمعلومه. معناتها يلزمنا نشوف الساعه باش نعمل تشخيص موضوعي شكون قاعد يمارس في الصحافه شنو الحوافز شنو البرامج اللي نعملوهم باش تولي عندنا صحافه وهي موجوده. مثلا كانت ما عندناش صحافه حره في الفتره البرجيبيه فتره بن علي لكن عندنا صحفيين المعيين وبينوا جدارتهم البر. معناتها هذه يلزمنا زاده نسبوا الامور باش ما نعملوش زاده اخطاء. شكرا. جست خاطر المداخلات كلها من الحق هامه ياسر اما فما نقطه مقاعش عليها التركيز يظهر لي هي اهميه محوريه المرفق العمومي للتلفزه في كل عمليه نتاع اصلاح.
انا من نبيخ كنت نجينا نحاولوا نعملوا الارجيمونتير نتاع الجلسه هذه، قلنا احنا دينا حتى تساؤل، هل ترى مازلنا في النظام القديم في التلفزيون نتاع اونسيان ريجيم او با؟ السؤال يبدو ممكن فيه مفارقه. ان فات انا يظهر لي الى حد بعيد معناها الى بقدر موقع اصلاح، مش اصلاح، بقدر موقع تجاوز لياسر جوانب في النظام القديم، بقدر موقع تعميق لعدة هينات وعدة مصائب في المنظومة القديمة. سامحني منصف خويا، انت تعرف اللي شو اسمه نظام النظام الاعلامي نتاع بن علي، لو سيستم ميدياتيك دو بن علي مبني على حاجات تعرفها من الداخل، هي المحاباة والرداءة والتسلط، ما في حاجة أخرى. ما نجموش اليوم نعطوها من غير ما واحد يحشم توصيف آخر، ولا تي سي او سي لو سيمبول مي فريمون لا كانتيسونس دو سيت ميديوكريتي دو سيت دو سيت اوتوريتي، سي ايفيدون، ما فيش مشكلة. ها؟ كي ادي الكونتري؟ لا لا، سيدير لو كونتري. ملا دون اكت، سامحني كان قلت حاجه اخرى انا موافق. يعني قلت هذايا ماهوش حجه بور اكستيرميني دي سيتويان با لا سويت. مشكلتنا اننا با سي جوست كلمه واحده، اننا با اسي ايراديكي المصائب نتاع بن علي. هذاك نقطه. با في لافونتير، انا قلت. صافا منصف عاد ما تكلمتش خويا. خليني نتكلم. اي قلت لك ما قلتش هذايا، سامحني. دونك المشكله ان مساله انا بتاعت التيمونيش صغير ونقص فيه. اي التيمونيش صغير حول منها كون نجم نصلح المنظومه الاعلاميه ابتداء من مفرق عمومي. انا جي في كيون فرنسا كيت ا باسي بور حزب فرنسا طومبي يالي ام غاد لا شو اسمه في حزب ما بين 82 و85 وقع سيرفيس بوبليك ايتي دومينونس كي لو سول فلوق، لكن ديموكراتيك ايماجيناتيف فيه دي ريالمون مستقل على السلطه. سيتي اسي انكرويابل، سيتي لو بروميي ميتيران، بعد سي ميتيران كي بوزي لو ميم بيزاج ان دونون لا بروميير شان دو تيلي بريفي ا بيرلوسكوني ان سيني دي تان. اور احنا في تونس شعملنا اون ا بري لونسيان سيستيم اي اون لا بيرلوسكوني، نقولها كما تحبوا، بيرلوسكونيزي خط الحريري اون برونون شو اسمه باسم لا نورم ديموكراتيك انترناسيونال. ما عولناش على ليماجيناسيون بوسيبل لوكال، لا ناخذ النورم البرا، النورم البرا سي ميردو كي بيرلوسكوني اي سي لا تيلي فرونسيز بوزيي بار 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 لا بريفاتيزاسيون دو لا دروات. هذاك نقص. تفضل هشام وبعد محمد وبعد مهند. سي حبيب حكى على مكانة الثقافة في الإعلام بعد الثورة. الثقافة في حد ذاتها في وسط الإعلام، في الوضع الاقتصادي نتاع الإعلام تو، لأنه راهو اللي راهو فيهم كل مأزومين. سنا التاسعة زعما سكر في آخر لحظة، فهمتي، كانت باش تسكر سيفيني ما عادش عندها يعني النموذج الاقتصادي المعتمد اليوم ما يسمحش. وذاك علاش الطرح نتاع الهيكا، كيف الطرح نتاع الهيكا هو لابد من صندوق دعم، كيما في المسرح، كيما في السينما، كيما في الإعلام. صندوق دعم احنا سميناه صندوق دعم الجودة تنوع وسائل الإعلام، اللي هو الدولة تساهم. المسرح في تونس كي ادرى مني في الجانب هذايا تعمل بقرارات سياسيه، يعني ناس هزوهم وقرا وقت جيجا وغيره ومشات بعثات ورجعوا، ثم اراده اني انا نحب نعمل الشيء هذايا. مع الاسف ديما نرجع للكلمه المفتاح، هي مساله الاراده السياسيه. تو قاعدين يناقشوا معنا في مساله الفون هذايا وشكون موجود فيه، ولكن مبدئيا تحس ثم نوع من التفاعل في الجانب هذايا. بالنسبه للاشهار، الإشهار أنا نحبذ يكون ثم خروقات في الإشهار، على أنه ما يكونش ثم إشهار نهائي. الأخطر هو ما ثماش إشهار. وقت تشوف التلفزة تخدم الحد الأدنى متاع المصروف متاعها شهريا هو 300,000 دينار، تخدم من 2012 وهي بدون أدنى إشهار. لهنا السؤال أخطر، هو كيفاش. ولهنا نقول لك راهو ما تنجمش تعزل المبادرة نتاع ائتلاف الكرامة، لازم نسميه الأشياء بمسمياتها، ما تنجمش تعزلها على المساعدات الأجنبية. لأنه التقرير نتاع الهيئة تو أحلته على مكافحة الفساد يقول أنه الزيتونة قاعدة تدفع بالعملة الصعبة لنايل سات بدون المرور بالمارك المركزي، يعني ثم جهات أجنبية من غادي لغادي يتم تحويل اموال. هذايا انا نستغرب وقت يجيو مثلا
في الهيئات وفي هيئة الرقابة بشكل عام وهيئة مكافحة نهتم بمواضيع يعني تنجم تكون صغيرة، واحد متهرب ضريبيا كذا، أما هذا موضوع كبير برشا من 2012 ثابت. البنك المركزي ما حبش يعطينا المعطيات، شكينا به لهيئة نفاذ المعلومة، خذينا المعطيات، ما تماش حتى تحويل نهائيا، ما يتحلش ملف كيف هكذا. ولهنا ما عداش الآن نحكيه ولا على هيكا ولا على غير تما قضية يعني سياسية محضة يعني، وقضية فساد سياسي بزاف. وقت يسكتوا على هذا بل بالعكس يمشوا يعملوا قانون، هو القانون معمول راهو للنسمة والواحد باش يطبعوا لهم الوضعية نتاعهم. المستشهرين أول بيان خرج ضد الريك ما عرفش كان يتذكر سي العرب ولا هو من المستشهرين، راهم داخلين في اللعبة المستشهرين، هذه اللي يعقد المسألة أكثر. المستشهرين ما يعطيكش، أنت مهما عملت ومهما وصلت ما يعطيكش الإشهار، لأنه المستشهرين وتشوفوا فيها موجودين في مجلس النواب راهم يعني عندهم طرح سياسي في الإعلام، ما هوش يحب يحط السلعة متاعه في البقعة الأفضل، لا يحب يدعم توجه ما، مع الأسف مش الكل ولكن هذا. وهذاك علاش الهيئة توا طرح الهيكل هذية متاع المزير دوديانس متاع قيس نسب الاستماع والمشاهدة، وما تصورش قداش لقين فيه صعوبات، وإن شاء الله زاد كيف كيف، لأنه راو لازم نوع من الكو ريفيلاسيون فهمتني ما بين المؤسسات في سبيل أنه نوصلوا للشيء هذا. وهذا يتربط مع اللي حكيته مدام شيراز فيما يتعلق بالسلطة الرابعة. ما تنجمش تحكي على السلطة الرابعة طالما مؤسسة إعلامية مش الدخل متاعها من إنتاجها، طالما أنه الإنتاج بتاع المؤسسة الإعلامية يستدعي خارج الإشهار، ما نحكيش على الإشهار، يستدعي مساعدات خارجية سواء كان من سلطة عمومية أو والأدهى أنه يكون من جهة خاصة، طنق ما تنجمش تلعبوا. وهو حتى السلطة الرابعة حتى كي نحكي على وسائل الإعلام البرة ما تروح سؤال فهمتي إشكالية. مسألة إيقاف أنا موافق سي شاب في ما يتعلق بمحورية الإعلام العمومي، يعني ما ثماش مجال وخاصة في دول كيفنا احنا ما ثماش ثقافة ديمقراطية وكذا، ولكن البث المباشر، إيقاف البث المباشر لمجلس النواب شنو اللي تخاف منه؟ نحن كهيئة مثلا وتطرحها الموضوع هذا ونقاش وخطاب الكراهية وكل شيء، تخاف ترجع منظومة السنسور. ما نجمش أنا نجي مثلا للسلطة الأصلية ونحرم المجتمع التونسي، شوف كيفاش تبدلت الأدوار، نحرم المجتمع التونسي بشوف المستوى ونقول له لا هذا ما لازمش تسمعه. لهنا ما تنجمش تحكم فيها العملية، لأنك إذا دخلت الثقافة هذه، الثقافة هذه باش تمشي لحاجات أخرين ربما يكون من الأجدر ومن الأحسن أن يفهمها المجتمع التونسي. ديما نرجع قضية المعايير، لازم تكون ثم معايير واضحة في المسائل هذه. شكرا. بارك الله فيك سيدي أي سي محمد. يعيشك سي العربي، شكرا. وشكرا على كل التفاعلات، الحقيقة هذه دليل على أهمية الموضوع. وأنا حتى في نقاشات سابقة مع سي هشام، مع هند، مع سي العربي، مع برشا أصدقاء وزملاء وحتى من أساتذتنا الجامعيين اللي نتمنى كل الاحترام والتقدير، بس فما ثغرة كبيرة اليوم في مدونة ما بعد الثورة، المدونة البحثية، مدونة وكان بعض يعتبر ما صارتش الثورة وخراب وفوضى وما إلى غير ذلك، هي تبقى للتقييمات هذه. من نقائص والثغرات الكبيرة بعد الثورة وأنه ما درسناش الانتقال الديمقراطي من المنظور الإعلامي، من الجانب الإعلامي، وهذا نعتقد أنه مبحث اليوم مقيد بشي تفتح في معهد الصحافة، تفتح في كلية العلوم القانونية، تفتح في كلية العلوم السياسية، تفتح في أقسام علم الاجتماع اليوم راهو العلوم الإنسانية والاجتماعية عندها أدوار كبيرة مكملة للجانب الإعلامي، وهذا للأسف مغيب. ما أحوجنا للفلسفة باش نحسنوا بها الخطاب الإعلامي والأداء الإعلامي، ما أحوجنا لعلم الاجتماع، ما أحوجنا للتاريخ، ما أحوجنا للمعرفة، ما أحوجنا للثقافة القانونية وما إلى غير ذلك. ولهنا يجي موضوع التربية على وسائل الإعلام اللي تحس اليوم فما شوية وعي بدأ يترسخ فيه، وأنه فما جمعيات بدأت تعنى بهذه المسألة، فما أيضا برامج تعنى بنقد الميديا وبالتربية على وسائل الإعلام. على الأقل نقول وإحنا حركنا المياه الآسنة،
قضية الثقافة سي حبيب، وأنا نعرفك إنسان يعني مواطن ومثقف مهووس بحاجة اسمها ثقافة، وأنا أحييك على هذا. ما كانت الثقافة في الإعلام اليوم كما ما كانت الثقافة في برامج الأحزاب السياسية، وكما ما كانت الثقافة في معارف السياسيين بالضبط. ما تختلفش يعني، لو كان نهزوا كاميرا وميكرو نمشيو نشوفوا الثقافة السياسية لنواب الشعب، ستكتشف العجب العجاب، ستكتشف العجب العجاب. للأسف ما فماش إيمان بأهمية وبقيمة المسألة الثقافية في الخطاب الإعلامي وفي الأداء الإعلامي وفي التعاطي الإعلامي وفي الممارسة الإعلامية، وهذا مردوا عديد الأسباب، من بينها المنظومة الإعلامية برمتها غير مشجعة على هذا الصنف من الصحافة، اللي يحتاج العمق، يحتاج التفكير، يحتاج الحوارات عقلانية هادئة، يحتاج كذا. هذا يفترض الإعلام العمومي يشرع فيه، يدس في اتجاهه. وكان هناك محاولات زادة، ما ننكروا جمهورية الثقافة مثلا حليم مسعود عمل تجربة محترمة، عندنا بعض زملائنا كما شادي خضير وغيره يحاولوا يعملوا بعض المحاولة، ولكنها غير كافية، تبقى غير كافية رغم المجهود الصحفي هذايا، لأنه الإعلام الخاص يقول لك يا أخوي أنا الجمهور عايز كذا، قال المصري يحب يلمد أربعة حضبة يعمل نصبة ويقول لك نعم في الترفيه. وسي العربي ها وأنا تحت مرقبة سي العربي، الوظائف الثلاثة للإعلام، الإخبار، التثقيف، الترفيه، راهو كي تعمل برنامج ترفيهي بالضرورة لازم يكون فيه إخبار وتثقيف، ولكن إحنا نعمل في نموذج مبتذل نتاع يجيبوا أربع كرونيكرات ما عندهم حتى علاقة بالواحد، ذاك بنت لوم دافير الفلاني لأنها كانت طليقة مدير القناة الفلانية وأنا خرجت منها نجيبها باش نبتزوا بها، يعني فما أشياء غريبة جدا. يعني سي خواجة تحدث على الحماسة، الحماسة مردها مش فقط الإيمان، وأنه إحنا إزاء فرصة تاريخية 10 سنين اليوم في مسار انتقاد ديمقراطي، أتيحت فرصة كبيرة اليوم باش الشتاء الإعلامي يلعب دور إيجابي في الانتقال الديمقراطي، في ديمقراطية الحياة الإعلامية، في تنمية الوعي المواطني. أنت تحدثت على 20%، يعني إحنا اليوم في 2020 نحكيه على أكثر من 20% نسبة أمية في تونس اللي رهنت على التعليم والمعرفة والثقافة والشادي الإقليمي وحبيب بورقيبة وما إلى غير ذلك، وهذا يطرح نقاط استفهام، لأنه كي تعيش من الداخل ممكن هشام في الهايكة يعني يشوف المشهد بمنظور معين، سي العربي ممكن يشوف الأمانة من داخل المهنة، يعني خدمت في الإلكتروني وخدمت في الورقي وخدمت في السمعي البصري، ومن داخل نقابة الصحفيين وتجيك شكايات الصحفيين وتستمع لأهات ولأوجاع وألام الصحفيين المضامين اللي يقول لك أنا في التلفزة التونسية فماش إرادة باش نصلح، فماش فما الحسبة وكذا والتوازنات والترضيات ونعطي كتا النهضة ونعطي كذا، وش هذا دورك؟ احنا شو نحبوا اليوم؟ نحبوا نكافحوا من تو من جهة نقولوا احنا مش نكافحوا الفساد، ومن جهة نقبل بأنه شخص كان يتلقى أموال من وكالة الاتصال الخارجي وكان رئيس لشعبة مهنية تابعة للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، زوز ممارسات هذوما أو أقل حاجة يتعارض مع ميثاق الشرف الصحفي ومع الإعلان العالمي لأخلاقية المهنة الصحفية متاع الاتحاد الدولي الصحفي. ما احنا كصحفيين عندنا مرجعيات في العرض ليش مسيبة، ولو أنه أنا مع صحافة المواطنة ومع تدعيم الإعلام بمثقفين بكتاب بما إلى غير ذلك نجموا يعطيوا إضافة أخرى نوعية للقطاع الإعلامي، وعندنا ناس عملوا مساهمات، مختار خلفاوي اللي يعمل فيه اليوم في شمسة فهم حاجة محترمة جدا، وإعلام راقي جدا، وإعلام نقدي، وإعلام بناء، وإعلام يقول كلمته ويوجع ما يخافش، وإعلام تقدمي. ولكن أيضا اليوم مش لأنه احنا عندنا نموذج حمل همامي ما يعجبناش ونعتبره فوضوي وعبثي، قولوا كل الناس اللي مع الثورة بيهم وعليهم لكن على الأقل حمل همامي ما 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 قبضش فلوس ما عند بن علي، دافع على فكرة غلطة صحيحة نقشوها. أيضا اليوم ما نجموش نجيبوا قاضي فاسد ونحطوه رئيس لجمعية القضاة، ما نجموش نجيبوا أمني فاسد متاع جعاير نحطوه مكلف بإصلاح الأمن في وزارة الداخلية، يعني يلزم أيضا نكونوا منسجمين مع مبادئنا مش منطق إقصائي، وأنا أرفض الإقصاء. وشي المشكلة ما التجمع ما كانش الحزب النازي، ولكن أيضا فما ممارسات مخلة بأخلاقية. أنا نعطيكم حاجة أمامي الآن وثيقة يعني اتحصلت عليها من أرشيف وكالة تونسية للاتصال الخارجي لندن في 5 أكتوبر 93 سري مطلق، تقرير بوليسي يكتبه صحافي هو في التابتة وفي وكالة تونس أفريقيا الأنباء
تقرير بوليسي يكتب فيه تبع فيه في حركة النهضة وقيادة النهضة في لندن. هذا ما كان يقوم به الصحفيون صحفي يتحول من الإخبار إلى الاستخبار. هذا ما يشرفش المهنة الصحفية. ننقدوا النهضة نعم، نعرضوها نعم، ولكن أنه صحافي يتحول إلى بوليس واش ويكتب تقارير هاو 21 صفحة سري للغاية، مشى نسخة منه الرئيس للتسيو ونسخة منه البن علي، هذا لا يشرف المهنة. وإذا كان هذا الإعلام للدافع عليه كنا سال حر في أفكاره في تعبيرات، ولكن أنا أعتقد أنا كصحفي هذه النوعية لا تشرف المهنة. أختم بنقطة مهمة جدا، نتصور وأنه من المهم نطرحها لأنه إحنا في نشاز ولأنه إحنا في روزا لوكسمبورغ. حكينا على الإعلام البديل والتعب فيه نوايته وفيه، وهي تجارب هامة جدا الإعلام الجمعياتي، ويشام يخدم ويضرب بالبوني على الملف هذايا. والنقابة أيضا، حتى النقابة مشكل البعض يعتقد أن النقابة تملك كل الحلول السحرية. النقابة رأي هيك النقابة في نهاية الأمر دافع على حرية الصحافة، دافع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، ما هيش الدولة، هي ما هيش البرلمان، ما هيش الحكومة. فبالتالي ممكن فما جوانب نستحقوا نتنقدوا عليها، ودور الصحفيين أنه ينقدوا المكتب التنفيذي عليها وأداء القيادة النقابية عليها، ولكن أيضا يجب يكونوا موضوعيين في نهاية الأمر. حبيت نختم بنقطة مهمة في تقديري، إذا كان نحبوا نخلقوا الإعلام البديل، الانتقال الديمقراطي في إسبانيا أعطى البايس وما أدراك، اللي هي واحدة من أهم 10 صحف في العالم، واحدة من أهم 10 صحف في العالم بفضل الانتقال الديمقراطي. علينا أن نتساءل اليوم في تونس، علاش الثورة ما أعطتش إعلام، ما نحبش نقول ثوري بين ظفرين، ولكن إعلام جديد، إعلام ما بعد الثورة. حتى نواتر كانت موجودة قبل الثورة، كانت ناضج أولاد انكفاضة هم أولاد نوات اللي هي موقع مولا. علاش اليوم مع الناس صحيفة قوية مؤثرة في الصحافة الورقية وهي وليدة الثورة، علاش مع الناس احنا قناة تلفزية وليدة الثورة وسياقات الثورة والفرصة اللي اعطاها الشعب التونسي للإعلاميين باش يعملوا إعلام جديد، إعلام مهني، إعلام حر، إعلام. أنا ما نؤمنش بالحياة الصحفي، واعتبر أنه أكبر كذبة كيجي واحد يقول لك الإعلام عمره ما يكون محايد، ولكن لازم يكون مهني. ما تنجمش تزيف خبر، الخبر ما فيهش كلام، اما كي نكتب مقال راي هذاك راي، كي نعمل تحليل اخباري هذاك راي، كي نعمل كرونيك هذاك راي، هذيك مقاربتي. انا ما نؤمنش بالحياد اللي هو البعض يتدثر به في الواجهه ولكنه في الكواليس يمارس السياسه ويعمل السياسه ويدخله في التعيينات، وحتى بعض الناس تقول لك ما عنديش علاقه بالتعيينات ولكن يؤثرون بشكل او باخر ويباركون. وهذا للاسف اليوم انت شوف التلفزه، شوف الاذاعه، شوف سيب لا بريس، 7 أو 8 بي دي جيات من الثوره لليوم، كيفاش تحب تصلح سيب لا بريس وانت كل عام بي دي جي؟ عن اي اصلاح تتحدثون؟ برنامج دعم الاتحاد الاوروبي 30 مليار من الاتحاد الاوروبي خصصت لدعم وسائل الاعلام، وين مشاو 30 مليار هذوما؟ نقطه استفهام عديده. شنو جدول المشروع هذا؟ الى اي حد اثر؟ واحنا متفقين اليوم انه فما هينات كبيره في المشهد الاعلامي، ما صار حتى شيء للاسف، وهذا فيها بيس لو كان نفكروا بصوت عالي، مش عيب. وراي سي هشام وراي سي العربي وراي الاستاذ وراي ما بعضنا نجموا نلقاو الرؤيه العموميه التشاركيه اللي فيها الحد الادنى من المبادئ اللي ندافعوا عليها ونتفقوا عليها. في التفاصيل مش اللي خلينا نتعاركوا، التنافس ديمقراطي حر مهني مسؤول في اخلاقيه. قضيه التعاونيات الصحفيه، لانه احنا نحكيوا على الاقتصاد الاجتماعي التضامني ونحكيوا على الاعلام البديل، للاسف اليوم ما عندناش الاطر وما عندناش الثقافة والوعي الكافي بمثل هذه النماذج الإعلامية. نحن نحتاج أنه 10 صحفيين، كنهار أنا وهندا قلت لها وين توفيق العياشي وسفيان إن شاء الله ربي يرجعوا سلامات، الشرابي والجيل هذاك وأيمن الرزقي وغيره، صحفيين اللي ناضوا على الكلمة الحرة وقت الناس تقبض في الفلوس من التسيو، ولليوم تقام عايشين بالروج، ولليوم معناها يبات جيعان وما يبيعش كلمته، ما يبيعش القلم نتاعه، ما يبيعش ذمته. وينهم هذوما اليوم؟ يا ريت 10 15 صحافي يتلمدوا ويعملوا اذاعه، يا ريت 10 15 صحافي يعملوا تعاونيه تعاضديه صحفيه، لانه النموذج هذايا يا ريت نفتحوا نقاش عليه ونشوفوا له الاطر القانونيه والادوات وكيفاش نجموا نخلقوا اعلام بديل. اذا كان حبوا نعملوا اعلام بديل نجم هذايا مدخل من المداخل اللي يعمل التوازن، لانه اذا كان ما يكونش فما تعدديه وتنوع ما فهم حتى معنى لإعلام في سياق ديمقراطي. إذا كان إذاعة وتلفزة محتكرين المشهد الإعلامي على الديمقراطية، السلام وشكرا. شكرا سي محمد. يا هند كان حاب تختم هذا النقاش. مانيش باش نطول، جست اون فيت في مسألة الثقافة معناها عن تجربة معناها شخصية.
هي المشكله انه كيما برشا مدخلين قالوا ما نجموش نعزلوا الاعلام على معناتها على المحيط نتاعو. اليوم الصحفيين اللي هما يسون تري تري بو اللي مختصين في الثقافه موجودين في دي ميديا دونك اي سون با دومينون اي سون مارجيناليزي ميم بار لي ارتيست. معناتها ما فماش شتاوس تجي تقول له نحب نحكي على مشكله والا ساعه معناتها بيان سور ما يعيطوا لنا كان كي يبدا فما مصيبه سماو درا شكون ولا حط وزير ما عجبهمش اكسيتيرا والا الاسباس باش يسكر ولا حاجه. ومن بعد ناغيف جامي افواغ ان فيت ان سوتيان والا لي انفورماسيون نيسيسار باش نحلوا نحنا الدوسييات نتاع قطاع الثقافه في تونس. ومعناتها ما فماش حتى لا سوليداريتي لا دعم لا حتى شيء. معناتها مقطوعين فهمت من القطاع هذا نتاع الثقافه. دونك شنو قعد انه باغ اكزومبل لي راديو بريفي باش تحكي انت على مشروع ثقافي ولا على اون بيس اون نوفيل بيس دو تياتر ولا حاجه لازمك تخلص كيما شركه نتاع اتصالات. معناتها اذا كيفاش نحكيو على الاعلام دور الاعلام معناتها فيما يخص الثقافه لازم زيد الفنان هو بيدو يتسائل شنو علاقته بالاعلام وكيفاش معناتها يغزر للاعلام وشنو علاقته بالصحفيين اللي مختصين في الاعلام اكسيتيرا. اي جو فوا كو معناتها مالوغوزمون سا مونك بوكو دو داس. معناتها لي زارتيست اليوم يسون فريمون اون جينيرال معناتها سواء عنده مشكله بيرمون فينانسيير ولا بوليتيك اي سادريس او ميديا بور ان بارلي ومن بعد يرجع في كلامو سواء ان فيت اي فا فيغ لي ميديا بيرمون معناتها كوميرسيال وكل شيء اي يل باي كوم لي زوتر ان باساج تيلي بور افواغ اون اوديونس معناتها اون بلو غروند اوديونس. دونك اي سا اون لو دي بارا وا معناتها ديما سيكتي معناتها انا نعرف موزايك باش تحكي على ان بروجي ارتستيك بور بارلي معناتها دو لار يعدي لك نومرو كوميرسيال يقول لك تصرف مع الكوميرسيال اي تو باي معناتها لو باساج مش كان موزايك ايفيدامون ميم دون لي تيلي اي ميم دون لي ميديا بوبليك لي برودكتور يعرفوهم وين يقعدوا وين يعملوا قهويهم وين يقعدوا في الليل ويمشيو لهم دي زارتيست اي افيك سي سي معناتها سي براتيك بان اون انكوراج معناتها لو سيستيم ايتابلي فهمت اون انكوراج خاطر سي اون فورم دو كوربسيون اي تو لو موند اي امبليكي دون سيت كوربسيون اللي وقت اللي معناتها لي زارتيست دوبوي 2011 ils arrivent pas et tous les acteurs معناتها de la scène culturelle ils arrivent pas à décortiquer le fesed اللي موجود في وزاره الثقافه. Et le journaliste qu'est-ce qu'il peut faire en contrepartie, les médias معناتها comment ils peuvent quelques هكا حاجات صاروا peut-être نويت زيد ou d'autres médias هكا يحكي فيها mais ce n'est pas suffisant خاطر c'est verrouillé et c'est verrouillé par les acteurs de معناتها culturelle et ذا فيما هذا راي انا معناتها فيما يخص الثقافة والإعلام. فيما يخص المرفق العمومي وإلا مهم ياسر اليوم أنا حسب رأيي أنه نحكيه في الفرصة التاريخية اللي فلتناها على رواحنا واللي اليوم معناتها نعانيه في التابعات نتاعها. كي يجي إنسان اليوم يقول لا تي سي او وشنية بها لا تي سي او احنا عشناها لا تي سي او احنا ضرينا منها. أنا قريت في ليبسي وقراوني معناتها اساتذه يخدموا في لاتي سي او وشفت شنو قراوني وقراو اجيال قبلي وبعدي فهمتني. كيفاش اليوم نجيو نقولوا معناتها لبسي اللي توا ما دوسيها مسكر قولوا الصحفيين ويشريوا. انا مدير لبسي اول درس معناتها حضرته في لبسي المدير جاء قالنا هيا مجال الصحافه ما عندكم الحق تحكوا في حد شيء وتشدوا الحيط سينو يصير فيكم من اول نهار فهمتني. ومعناتها انا واحده من الناس بديت نتعلم في شنو هي صحافه وشنو هو تعمل مقال صحفي ابارتيغ دو 2011 وهذا لو معناتها ما فما مسؤوليه سياسيه. انا مع الاقصاء اقصاء شكون اللي اجرم معناتها في حق القطاع هذا واقصاء شكون اللي اللي اللي, اللي بالرسم يخدم الدكتاتوريه. راهو الدكتاتوريه والبروباغندا كانت قائمه على ناس وعلى ممارسات لا تي سي او تشخصها. لا تي سي او هي السياسه الفيلوسوفي نتاع تلميع صورة النظام وقمع أي صوت آخر معناتها يمشي ضد معناها النظام اكسيتيرا. ما نجيوش اليوم نحنا نقولوا ليه مش نخدموا كل في لا تي سي او خايبين. سي با سا لا كيستيون. ما إجا نحلوا شنو عملت لا تي سي او خسارة هو
الكتاب الاسود والتبلبيز اللي صار مع منصف المرزوقي ولا حتى مع نتا مسار اللي فيه صحيحه راهو هندر للامانه وثيقه تاريخيه ولكن تم تاسيس التوظيف السياسي حاجه اخرى التوظيف السياسي ما خليش اهل المهنه اهل المهنه معناتها هو الغلطه الغلطه انه اهل المهنه ما خذاوش هما الدوسي وقالوا اجا نعملوا مش فقط للمحاسبه انا مع المحاسبه مش فقط للمحاسبه ولكن لاستخلاص الدروس ها وش معناها التسيو وين مشاو جماعه التسيو وين مشاو جماعه التسيو علاش واحد كيما برهان بسيد باغ اكزومبل لليوم معناتها مدد ويعطينا في دروس نحن على في السياسه وفي الاقتصاد وفي الاعلام وفي الوطنيه وكل شيء منيش هذا خاطر ما صارتش معناتها ما صارش فتح حقيقي للملفات اللي فات اذا معناها لا غالب هنا توا مازلنا فيه معناتها شكرا هدا نحب نشكر ضيوفنا الكرام دخلاتهم كانت ثريه جدا كانت مفيده نشكر الحاضرين وهذا الا بدايه نتمنى في اطار المنظمه نتاعكم النجاح نعملوا شي فرصه اخرى ربما نزيد نتعمقوا بها اكثر ونرجع الموضوع نتاعي فتحي هذايا السنوات تقول ماذا بيا نتساءل علاش اليسار التونسي فشل لبلوره رؤيه واضحه حول الاعلام الديمقراطي والتقدم